تعالى يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تعالى كده نرجع المحاضرة اللي فاتت مع بعض، المحاضرة اللي فاتت نخلي هيك المحاضرة اللي فاتت أو العنوان الرئيسي اللي احنا كنا بنتكلم فيه كان اسمه إيه؟ مين اللي حاضر معانا؟ ها؟ قلنا إيه بقى؟ كان عندنا عنوان بيقول إيه؟ ما بتسافروش. بيقول أنت كده أهمية الدولة وضرورة وجودها في الفقه الإسلامي. كويس، فهمت أنا إيه من العنوان؟ عشان لما ممكن حد يقول لي مثلا اكتب لي بحث، جيب لي شواهد. أنا ناس مدرسة عليا، ناس كبار، مش دي ودي خدت هنا ولا مش هنا. اكتب لي بحث نعمل إيه؟ عشان نشتغل صح. تقول انت بقى تاني كده نعمل ايه؟ اسمعوا بقى الزميل بيقول ايه بقى هناك. عشان نجاوب على السؤال ده صح لازم نتكلم عن اربع جزئيات. كويس. شوفوا قال ايه؟ انت بتقول اهميه الدوله او ضروره الدوله، يبقى انت بتتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن الدوله. قال عشان اتكلم صح الدولة دي ما اتولدتش بين يوم وليلة، الدولة دي ما اتوجدتش كده مرة واحدة، أمال الدولة اتوجدت إزاي؟ قال تعالى من الأول خالص، الدولة قبل الإسلام، وبعد كده الدولة في مولد، عشان الإسلام كان لسه يولد، وبعد كده الدولة في الإسلام، وبعد كده الدولة فين؟ في التصور الغربي أو في الفكر الغربي. جميل. جينا على العمق، احنا كده يعني ايه شطار، احنا كده بنتكلم بطريقه بحثيه، يعني هتعمل زي اللي بيعمل بحث كده، هنعمل فصل تمهيدي وهنعمل وهنعمل وهنعمل. يبقى انت كده قلت ان انت في اربع عناصر نتكلم عنها. اول حاجه الدوله قبل الاسلام، هل كانت الدوله موجوده قبل ان ياتي الاسلام بالصوره الموجوده عليها الان؟ قلنا لا. وبعد خدنا بعضنا بقى واحنا اتكلمنا على الجزيره العربيه، اتكلمنا على الناحيه الدينيه، ما كانش في وحده دينيه، كانت في ديانات متعدده، يهوديه، نصرانيه، مجوسيه، عباده اوثان. اتكلمنا على الناحيه السياسيه، لم تكن هناك حكومه موجوده، ولكن كان هناك ما يعرف بشيخ القبيله الى اخر سائل. يبقى اذا الدوله تعتبر ان الدوله كانت موجوده، بس مش موجوده بالصوره اللي هي موجوده عليها الان. عنصر واحد من الدوله كان موجود، الاقليم بس. عنصر شوف كده فاهم الموضوع، العنصر واحد موجود فعلا، كان موجود الاقليم اللي هو الحيز اللي هو بيعيش عليه الناس. طيب ممكن برضه نقول كان في شعب برضه، بس كان بقى ما كانش شعب، المساله كانت ايه؟ كانت متقلبه. رحنا اتكلمنا ثاني على العنصر الثاني او على الجزئيه الثانيه، الدوله في مولد الاسلام. وقلنا ايه بقى ساعتها الدوله في مولد الاسلام؟ اللي مذاكر بقى واللي فاكر يقول لا، فعلك ايه؟ قول انت كده. نعم؟ العصبية القبلية. شوف بتقول الأول كان فيه موجود حاجة اسمها العصبية الإيه؟ القبلية. وجه الإسلام قضى على الإيه؟ على المسألة دي، إن جعلناكم شعوبا وإيه؟ قطعا. كويس. وبعدين؟ وحضرتك برضه ذكرت أمثلة مثال. لا أنا أقول يعني إيه بإيجاز كده يعني. وبعدين؟ بس حضرتك كان فيه أربع اتجاهات. ما أنا لسه ما رحتش الأربع اتجاهات بقى. الاول ذكرت نقطتين كده جزئيتين، اللي كان حاضر بقى فاكر ان انا ذكرت الاول ايه؟ جزئيتين، كانت موجوده العصبيه القبليه، وكان موجود ايه كمان؟ يجي الاسلام وقضى عليه. ها؟ لا؟ انتوا مش بتذاكروا؟ وانتوا ما بتذاكروش؟ احنا لازم نعرف الاول هنبتدي مع بعض، اشتغلوا مع بعض كويس كده. الناس بتيجي اخر السنه بتزعل، ما خدناش تقديرات، ما عملناش، ما سويناش، قلت ما بذلتش حاجه خالص، ايه اللي انت عملته؟ المهم دي بعد كده كان في، مش هتكلم بقى في دي كتير عشان يبقى انتوا مش حاضرينها بقى كده، عشان اللي روح يبقى ايه عتب ولا الحاضر يذاكر. جه بعد كده قلت ان كان في
اربع اتجاهات، مش هتكلم برضه على اربع اتجاهات ولا حول الرجل ولا غيره. تروح تبعت ها؟ كتاب جزء الفيل اللي عايز يجيبه. ما انا ما اعرفش بس بلاقي كده شيء. قول له قول له تجمع منين؟ دار الجمل يخش الكليه. عرفت المكان؟ جه بعد كده قلنا الدوله فين؟ في الايه؟ الاسلام مش كده؟ وقعدنا بقى نتكلم عن الدوله في الايه؟ في الاسلام والكلام ده كله. طب انت كده ذكرت اربع ايه؟ احنا كنت بنقول ان في اربع جزئيات مش كده؟ يبقى انت كده ذكرت كام؟ الدوله قبل الاسلام، الدوله في مولد الاسلام، الدوله فين؟ في الاسلام. فاضل ايه بقى؟ الحته الاخرانيه اللي هي الدوله في التصور الايه؟ في التصور الغربي. اللي معاك كتاب بقى يشوف الدوله في التصور الغربي في صفحه كام كده؟ عشان اللي معاك كتاب يتابع عندك صفحه كام؟ هتعرف تطلعها ولا تجيب لي تطلعها لك؟ صفحة 22 صفحة ما شرحتش كتير ازاي؟ يا دوب خدنا 20 صفحة بس. فالنهاردة بتبدأ بتقول إن الدولة، أنت عاوز لسه بتتكلم عن أهمية الدولة في الفقه الإسلامي، بتيجي أنا كده بتكلم في العنصر رقم كام يا جماعة؟ عشان ما نتوهوش من بعضنا. أنا لسه ما زلت مع العنوان الرئيسي. العنوان الرئيسي كان بيقول أهمية الدولة وضرورة وجودها في الفقه الإسلامي. قلت علشان أنا أتكلم صح وأهضم المسألة صح لازم أتكلم على أربع جزئيات، الدولة قبل الإسلام، ثاني الدولة في مولد الإسلام أو في ميلاد الإسلام، ثلاثة الدولة في الإسلام، أربعة الدولة في الفكر الغربي أو في التصور الإيه؟ في التصور الغربي. اسمع مني اسمع مني وشوف انا هقول ايه وافهم الاول وبعد كده الكتاب معاك يبقى ايه؟ روح بس افهم مني الاول وروح ذاكر، ولما تيجي تلاقي حاجه ما انتش فاهمها او ما انتش مستوعبها تعالى في المحاضره اللي بعدها ونناقش بعض فيها ما فيش اي مشكله. انت بتقول الدوله في التصور الغربي، يبقى انت كده الجماعه اللي هم بتوع الغرب بيتكلموا عن حاجه اسمها الايه؟ الدوله. طيب جماعة بتوع الفكر الغرب لو احنا سألناهم انتوا بتتكلموا عن ايه؟ قالوا بنتكلموا عن الدولة. طب ما تعرفوا لنا الدولة. الدولة دي تعرفوها عشان احنا عندنا في الفقه الإسلامي وإن حاجة بنتكلم فيها من ايه؟ بنعرف عرفوا لنا الدولة. قالوا بص كلمة لفظ الدولة ده أصلا لفظ غامض. الكلمة أصلا لفظ غامض. يعتريها يطرأ عليها كثير من الغموض والخفاء. علشان كده احنا كغربيين لم تتفق كلمتنا على تعريف واحد للدوله. احنا مش عارفين نعرف. احنا مش هنعرف ايه؟ يعني احنا هنعرف بس عشان كلنا نجتمع على تعريف واحد صعب. ايه اللي هيخليكم ما تجتمعوش على تعريف واحد؟ قالوا علشان لفظ الدوله لفظ يعتريه كثير من الغموض والايه؟ والخفاء. ولذلك احنا هنتكلم دلوقتي بلسان الجماعه الغربيين. ولذلك احنا هنيجي بقى ايه؟ لو حاولنا ان احنا نعرف الدوله هنقول لك ايه؟ اسمع التعريف كده، مجموعه من الافراد. مجموعه، انا ما قلتش بقى مجموعه من الحيوانات ولا من الطيور ولا غيره، قلت مجموعه من الافراد. خد بالك من الافراد دي، يقيمون بصفه دائمه في اقليم معين. يقيمون بصفه يعني ما يقعدوش شويه في اسكندريه ويروح يقعدوا شويه في شمال سيناء. ويروح يقعدوا شويه في ليبيا، لا لازم يقعدوا ايه؟ مجموعه من الافراد يقيمون بصفه دائمه في اقليم ايه؟ معين. تسيطر عليهم هيئه حاكمه ذات سياده. الافراد اللي موجودين دول عشان يعيشوا صح لو سيبناهم يخبطوا مع بعضهم مش هينفعهم ان هم يعيشوا مع بعض. عاوزهم انت يعيشوا مع بعض صح تعمل ايه؟ لازم ان انت تجيب هيئه يعني تجيب سلطة، السلطة دي تكون لها صفة الحكم، تسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات إيه؟ ذات سيادة. يبقى السلطة اللي هتحكم لابد إنها تتمتع بالسيادة، إنما السلطة هتحكم مالهاش سيادة يبقى وجودها زي إيه؟ الله ينور عليك، يبقى أنا النهاردة هنجيب لك النهاردة رئيس تمام؟ ورئيس طيب وراجل يتقي الله وكذا 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 زي سيدنا عمر، يبقى فلان سين من الناس وعمر بن الخطاب حط يساوي، قال لك اكبر منه ولا اصغر منه زي زمان في بتاع الرياضه كده، حطيت يساوي
يساوي بس يساوي في الصلاح والايه والتقوى. بس فين فين السياده؟ فين السلطه الحاكمه اللي هتسيطر وتهيمن؟ قال لا. طب هو العدل موجود في كل مكان، لازم قوه تحميه، صح ولا ايه؟ هو لازم العدل ده. اشوف الشيخ قال اهو بسم الله ما شاء الله، قال لابد للعدل او لابد للحق من قوه الايه؟ تحميه. انا كده لسه قاعد مع الجماعه الغربيين بتوع الغرب بقول لهم الدوله عندكم ايه؟ تاني قالوا له ايه؟ قالوا لي مجموعه من الافراد. ها؟ قلت لهم صح، مجموعه من الافراد. انا هقطع التعريف بتاعكم ده، انا خدت التعريف على بعضه، امسك بقى القلم واعمل له ايه؟ اقطعه ثلاث اجزاء. مجموعه من الافراد ادي الجزء الاولاني، أن يبقى المكون الاولاني من مكونات الدوله مجموعه من الافراد اللي هم مين؟ الشعب. يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين. أو ده التقطيع الثاني. يقيمون بصفة، أنا مش همل بقى الشطر اللي عايز يكتب كده وراي، مش هقعد أشرح وأمل، مجموعة من الأفراد. أدي التعريف أهو، قطعته، خدته أنا منه إيه؟ المكون الأولاني من مكونات الإيه؟ الدولة، أدي مجموعة من الأفراد. يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين، أدي التقطيع الثاني. خدت انا منه المكون الثاني لمكونات الدوله اسمه الايه؟ الاقليم. مجموعه من الافراد يقيمون بصفه دائمه في اقليم معين تسيطر عليهم هيئه حاكمه ذات سياده. تسيطر عليهم هيئه حاكمه ذات سياده. خدت انا من دي تقطيع الاخراني ده المكون الثاني اسمه الايه؟ الله ينور عليك، اسمه الايه؟ اسمه السياده. يبقى الجماعه بتوع الغرب قالوا لي بص بقى، احنا عندنا ان الدوله بتتكون من كام جزء كده؟ بتتكون من ثلاث ايه؟ اجزاء. اول حاجه الشعب، ثاني حاجه الاقليم، ثالث حاجه الايه؟ قلت لهم مش فاهم برضه، قالوا ده مخك دخيل كده ليه؟ ما احنا قلنا الشعب، هي الدوله دي مش هتبقى لا حيوانات ولا طيور ولا جمادات، ما هو ده اللي موجود على وجه الارض، انسان، حيوان، نبات، جماد، طير. أنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على الإنسان. يبقى الشعب ده مجموعة من الأفراد. مجموعة من الأفراد دول هتعيشهم فين؟ بين السماء والأرض؟ قال لا، بين السماء والأرض. ده كان فيلم عيد السينما المصرية لما قعدوا في الأسانسير مع بعض وكلم لنا الدنيا كلها إيه؟ كأن ده كأنه مسلي الدنيا إيه؟ الدنيا صغيرة يعني، خدت بالك؟ فالكلام ده لا، إحنا بنتكلم في العلم هنا. يبقى الأفراد عاوزين يعيشوا فين؟ يعيشوا في الإقليم. عشان الافراد يعيشوا في الاقليم كان في زمان الناس كانت زعلانه زمان عشان الدنيا كانت بتتحكم بشريعه اسمها شريعه الغاب. الغني يطغى على الفقير والقوي يقتل الضعيف. احنا عاوزين بقى نسيطر على ايه؟ على المكان اللي احنا عايشين فيه ده، فلازم تيجي هيئه حاكمه ذات ايه؟ ذات سياده. قلت لهم كويس كده، الله ينور عليكم يا جماعه، انتوا كده عرفتوني او انا فهمت منكم ان الدوله في التصور الغربي عندكم لابد ان يتوافر لها ثلاثه عناصر. اول حاجه الشعب، ثاني حاجه الاقليم، ثالث حاجه السلطه. قالوا فهمت؟ قلت لهم فهمت، بس انا فهمت كده فهم على سبيل الاجمال. فهمت فهم على سبيل الايه؟ زي اللي راح مطعم كده عايز يشتري سندوتش، بص في القايمه كده عندهم كذا، يبقى ده اجمال. عايز انا بقى اختار ايه الاصناف اللي اقعد معاها كده واقعد ايه اتكلم ايه معاها واقعد اخد وقت ايه وادي معاها كويس. يبقى جينا على الاول، استاذ محمد على السلام، جينا الاول اهو. قال انت هتتكلم، انت كده عندك كام عنصر كده؟ ثلاثه، الشعب والاقليم والايه؟ والسلطه. الشعب والاقليم والسلطه او الايه؟ او السياده. قال لك تعالى على العنصر الاولاني كده اسمه الايه؟ الشعب. اسمه الشعب. اسمه الشعب. في الكتاب عندك متعرف الشعب ما كذا وتكلم عنه. بس احنا برضه قلنا لما تيجي تتكلم على الشعب، قال هو الشعب لما تحب تعرف الشعب يقول ايه؟ ها؟ فانا لسه معرفين مجموعه من الايه؟ من الافراد. قال هو يعني افرض انه ما جابش التعريف، ما اعرفش انا طلع التعريف على كده خلاص. مجموعه من الناس، مجموعه مش عارف ايه، كمان لازم يفهموا بعض كده اللغه اللي بينهم يقولوا يعني عبر بقى براحتك، انت راجل كبير دلوقتي. بس المهم اللي اقوله لك دلوقتي ان لما تيجوا يفصصوا التعريف اتكلم على كل حاجه عن ايه؟ عن حد. ادي الشعب ده مجموعه من الايه؟ من الافراد. طب مجموعه من الافراد انت عاوز يعني عددهم كام؟ عددهم كام؟ قال لا لا ما انت ما تقولش ايش ده. قالوا فلما يكون مجموعة من الأفراد يعني أنت عاوز ناس،
انت مالك ومال العدد بقى؟ قلت لهم لا ده العدد، ده العدد ده انا عاوزه ايه؟ عاوزه معايا شويه. قالوا عاوز العدد ليه؟ قلت لهم بصوا تعالوا اقول لكم، اول واحد اتكلم عن وجود الدوله في العالم كله الفلاسفه. عشان الفلاسفه دول مخهم ايه؟ بعيد شويه. ها؟ وخاصه فلاسفه اليونان. وده الاذاعه المصريه كانت عندنا تجيب ساعات برنامج كده، واحده تقول لي صديقا ايه؟ فيلسوف، اسمعوا الكلام ده زمان قبل ما نشغله، باقوال الحكماء شغوف، سالته يوما فقلت له يا فيلسوف، قلت ايه؟ بتبص السؤال، هو يقول لها يا بنيتي استأنف نفسنا كده، فالجماعه الفلاسفه ايه؟ اعصابهم هاديه ومخهم كبير. افلاطون، افلاطون هو رائد الفلسفه اليونانيه، يمكن احنا درسنا الكلام ده في السنه، الجماعه اللي بتوع الادب اليوم. فافلاطون قعد مع نفسه كده قال انا عاوز اعمل دوله. ماشي؟ وبيفكر مع نفسه وجاب الورق والقلم وقعد ايه؟ وقعد قال الدولة دي أنا عاوز لها شعب. ماشي يا عم أفلاطون. وعاوز لها إقليم وعاوز لها سلطة. ده الجماعة بتوع السياسة هم اللي قالوا لنا الكلام ده. طب يا أفلاطون الشعب اللي أنت عاوزه عاوز كام؟ قال أنا عاوز عدد الشعب ده يكون معين. ما يكونش كبير، محدد. قلنا له ماشي. بتحدده ليه؟ قال عشان عدد الشعب يتناسب مع الرقعة. الرقعة اللي هم عارفين الإقليم يعني. الإقليم، فإيه المشكلة؟ المشكلة إن الناس بتزيد. مش إحنا خدنا إن إحنا قاعدين حوالين الشريط بتاع الدلتا ده 3.5% من مساحة مصر؟ الكلام ده من إمتى؟ من أيام محمد علي لحد النهارده، رائد النهضة الحديث. طب محمد علي جه عمل رقعة زراعية وعمل اتساع في الأرض الزراعية. من يوم محمد علي للنهارده من أكثر من 200 سنة مفيش فدان أرض زاد. ده الأراضي جت والثورة دخلت الأرض، فأصبح النهارده إيه؟ إحنا بنعيش في ضيق النهارده. ها؟ ردة الفيل اللي زمان كانت كده بربع جنيه باريس، النهارده عودين بنص جنيه ب 75 جنيه، ويعيد يوم ردة الفيل والجرجير ب 5 جنيه، وهنشكر ما فيش، ما انت ما عندكش ارض ايه؟ بتزرع. افلاطون بقى لما انا دلوقتي قاعد مع افلاطون، قال انا عاوز ان العدد يكون ايه؟ يكون بسيط. قال له عاوز اقسم انا العدد ده بتاع الشعب اللي عندي لثلاث اقسام. قلنا له ايه؟ قال طبقه اسمها طبقه المنتجين. اشتغلوا عشان يعملوا اكتفاء ذات. الله عليك يا افلاطون، انت فيلسوف بس بتفهم اهو، مخك كبير. قالوا الطبقه الثانيه اسمها طبقه الجنود، تحرس الاقليم عشان ما فيش حد ثاني يعتدي علينا بالليل واحنا نايمين ولا ياخد حدودنا مننا. قالوا الطبقه الثالثه بقى طائفه الحكام، بس انا بشترط ان الحكام يكونوا من الفلاسفه. اوعى تجيب لي حد ثاني يحكم، لازم الحكام يكونوا منين؟ من الفلاسفه. قلنا له كلامك صح. قال بس بشرط، انا عندي بقى شرط صغير خالص، انا عاوز ان عدد السكان يكون ثابت لا يزيد. قلنا له ده انت كلامك حلو، بس انت هنا هتعمل لي مشكله، هتقضي على التناسل والتوالد، مفيش يعني اللي هيموت مش ايه؟ عشان كده مش هنتجوزوا احنا كده بقى، كده المأجورين هيقفلوا مكاتبهم، وقلم التوثيق هيقفل، والقاعات اللي بتتبني كل يوم ديت مش هتشتغل. يا افلاطون قال وانا حر في رايي، انت لو عندي حاجه وانت كاتب اسعدت. قالوا علي مجنون. كتب الكلام ده واثبته في كتاب من مؤلفاته وسماه الجمهوريه. بعد افلاطون ما مات جه تلميذه ارسطو قال انا ماشي على المنهج بتاع استاذي، بس انا ايه؟ هقول ان عدد السكان ما يكونش ثابت، هزوده شويه. بعد فتره قعد يقلبه، قالوا يا لما جه بقى في القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر وانت جاي، قال لي الله عليك يا افلاطون، انت اول واحد فكرت في وجود الايه؟ في وجود الدوله. فجينا هنا الجماعه بتوع التصور الغربي قالوا الغلط اللي افلاطون، وانا برجع للكلام ده لو الشعب، قالوا الغلط اللي افلاطون وقع فيه احنا هنتفاداه. قلنا ان الشعب عباره عن مجموعه من الايه؟ من الافراد يقيمون بصفه الايه؟ دائمه. بس احنا عاوزين هنا ايه؟ ان هذا العدد لا يشترط فيه عدد معين، يعني الشعب لا يشترط فيه عدد ايه؟ معين، بل لابد فيه من التناسل والايه؟ والتوالد. قلنا له بس انتوا واخدين، انت بتوع الغرب اللي قالوا كده، قلنا له انتوا واخدتوا دي من عندنا كشيطان في الشريعه الاسلاميه. تناجحوا، تناسلوا، تكفروا، فاني مبارك بكم الامم يوم الايه؟ يوم القيامه. انما كده انما قالت ولذلك اي واحد النهارده هيتجوز اهو، اثنين هيتجوزوا، واحد هيتجوز بنيه انه مراته حلوه وجميله زي الناس اللي بتعمل النهارده يحطها في دراعه، وكل ما يقابل حد عم راسه ايه رايك في مراتك؟ سلمها على فلان، ايه رايك؟ شوف انا متجوز ايه؟ بسم الله ما شاء الله، خساره فيه مش خساره فيه؟ بس ده نيته كده في الزواج، انت
الثاني قال لي انا نيتي في الزواج على التزوج ان شاء الله لجاي يشفع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ازاي يا اخي الكلام ده؟ قال له مش النبي قال تناكحوا اتجوزوا تناسلوا تخلفوا تخسروا في قيامه فاني مباهر بكم الامماء. يجي نوح يروح انت قعدت كام سنه؟ يقول له يا محمد 950 سنه. يقول له انا احسن منك، انا قعدت يا دوبك 20 سنه من اول الدعوه لحد 23 سنه، بس شوف الناس اللي ورايا قد ايه؟ يبقى تتحقق. ويقول له يروح يقول له يا حضره النبي، يقول له نعم، يقول له بالعشم كده والمحبه كده والموده منك اشفع لي. ليه يا ابني؟ يقول له مش انت قلت تناكحوا تناسلوا تكسروا؟ اديني اتجوزت وجبت لك مرات ومعاك ثلاث اربع عيال كمان اهو، يلا اشفع لي. ها؟ واحد ثاني يقول له يا رسول الله، يقول له نعم، يقول له اشفع لي. يقول له ليه؟ يقول له عشان انت قلت خيركم من اتاني يوم القيامه وله زوجه، فان كان له منها ولد كنت له شفيعا يوم القيامه. هيقول تعال يا سناء، ادي سناء وادي ثلاث عيال من سناء اهو، يلا اشفع لنا خلينا نخش الايه؟ شوف الامر اختلف ازاي؟ يبقى هنا جماعه بتوع الفكر الغربي قالوا احنا عايزين الشعب. انا كده بتكلم عن مين؟ بتكلم عن الشعب وضوابط الشعب. يبقى انا عرفت الشعب، بعد ما عرفت الشعب قلت الشعب يشترط فيه التناسل والايه؟ والتوالد. كمان الشعب بعد ما اشترط فيه التناسل والتوالد لابد ان الشعب يكون عنده انتماء. لابد الشعب يكون عنده ايه؟ انتماء للوطن بتاعه. يكون الشعب عنده انتماء للايه؟ يا سلام. لك ان تتخيل ان شعب موجود ليس عنده انتماء ولا تضامن ولا ولاء للدوله اللي هو بيعيش فيها. الولد اللي بيبقى في المدرسه النهارده ده يقعد معاه القطر بتاعه بتاع الثانوي الدبلوم الثانوي الفني ده، ويمسك القطر والسكينه ويقطع الكرسي بتاعه والتبيس، واللي يقعد في القطر يقول الذكرى الهباب وايام العذاب والزحف على التراب، ويقعد اذا جلست بين الصهور وشممت رائحه الحضور فتذكر اخوك المقهور، ويقعد كده خيال يسرح. هل ده عنده انتماء للدوله بتاعته؟ هل ده عنده؟ هو شعب اهو، هو شعب اهو. بص يا سيدي، نابليون بونابرت عند رب صلى الله رايح يغزو البلاد الروسيه، فنابليون بونابرت معدي كده وهو ماشي وجد فلاحا يعمل بمنجله في الارض، اشتغل بالمنجل بس الفلاح في ارضه بعيده عن البلد شويه، فنابليون عاوز يغزو البلد دي، عينه البلد من بعيد كده، فسال الفلاح قال له قول لي على اقرب طريق يودي للبلد دي، فالفلاح قال له ليه؟ قال له انا عاوز اغزوه، قال له تغزوها بصفتك ايه؟ قال له نابليون، تعرفنيش ولا ايه؟ نابليون بقى القائد العظيم، فالراجل قال له ومن الفلاح ومن يكون نابليون هذا؟ انا لا اعرفك ولا يهمني ان اعرفك. قال له كده، طب انا بقى هنخليك تفتكرني العمر كله. تعالى يا ظابط انت. قال له نعم. قال له هات لي حرف ان، مش انا اسمي نابليون. قال له زي الجماعه اللي بيحبوا بعض كده، بيجيبوا الحرفين بتوع بعض ويجيبوا على الدبل الاول كده ويجيبوا مدلات اسمه كده. قال له هات حرف ان من عندك. قال له حاضر يا باشا. قال له كون حديد. قال له موجود. قال له ولع النار حمهول حمام. قال له سيبوا الفلاح وعلى ذراعه الشمال وجي حاطط الايه؟ طبع الحرف ان على جسمه ان. ونابليون فرحان. قال له ايه؟ عشان تذكر اسمي على طول. قال له طيب بالراحه دي. ودي الفلاح ماسك المنجل بايده اليمين وعلى ذراعه الشمال دي قطع ذراعه قطع ذراعه الايسر كلها. فنابليون سهل. قال له انت بتعمل ايه؟ قال له خير لي ان اموت او احيا بذراع واحده اليمين ده اهو، خير لي من ان ادنس ذراعي الايسر بحرف من اسمك. يلا يا سيدي انا كده ذراعي اتدنس باسم حرف من اسمك. فنابليون قال له لا ينبغي لهذا الفلاح الجريء ان يموت، ما ينفعش ان يموت، دراعه بينزل. قال هاتوا الزيت اغلوه عشان نحطه كده دراعه في الزيت ايه؟ يقطع الدم عنه. على ما عملوا كده كان الفلاح مات. فنابليون من اعجابه بالراجل المحب لوطنه امر جنوده بان يحفروا له قبرا، فحروا دفنوه. اقام نابليون على قبر الفلاح الجريء ثلاثه ايام عداد، قاعد على قبر بتاعه. لما جه يمشي خلع قبعته الشخصيه لتحميه الشمس ووضعها على قبر الفلاح اذلالا واحتراما له، وامر جنوده ان يغادروا هذه البلده ولا يدخلوها. فانت عندك انتماء، انت النهارده بتتكلم في شعب. يبقى المشكله النهارده اللي احنا مش عارف غلط لما نشرع علم بس كده، لازم دايما نطلع بره كده شويه نشوف الدنيا كده. احنا بندرس ولازم نربط الدراسه هنا بالواقع اللي بره. ايه المشكله بتاعت الشعب؟ ان الشعب كويس والشعب خلقه طيب والشعب طيب والشعب حلو بيعيط على طول، بس المشكله ان الشعب ما عندوش ايه؟ ما عندوش انتماء للايه؟ كذا. فعشان
عشان كده الجماعه بتوع النار بيقول لما نيجي نبني شعب عندنا، الشعب عندنا بيعمل ايه؟ لازم الشعب يكون عنده الولاء وعنده الانتماء وعنده الرابطه الذي تربطه باقليمه وايه؟ ووطنه. طيب كمان انت لما تيجي تتكلم على الشعب، يا ترى الشعب ده، يا ترى الشعب ده بيشمل مثلا الطائفه الموجوده زي المصريين فقط ولا يشمل من غيرهم؟ لا لازم يشمل من ايه؟ لازم يشمل من غيرهم عشان دول يعتبروا ايه؟ الشعب، او يعتبروا الرعايا بتوع الدول الايه؟ بتوع الدول الثانيه. مثلا السعوديه فيها ناس، لما تيجي السعوديه تعمل حصر بالناس اللي عندها مش هتعمل الشعب دول السعوديين بس، هتجيب المصريين كمان، هتجيبوا عندنا رعايا كمان لدوله كذا ودوله كذا ودوله كذا، عالمهم كذا، نضيفهم على العدد اللي عندنا، يبقى احنا عاوزين نعرف ان اللي هنعمل العدد بتاعنا ايه؟ بتاعنا كذا، يبقى ده يا اخوانا كان بالنسبه للايه؟ للمكون الاولاني من مكونات الدوله في التصور الغربي اسمه الايه؟ اسمه الشعب. نيجي على المكون الثاني اسمه الايه؟ اسمه الاقليم. ايه هو الاقليم؟ قالوا رقعة ثابتة من الأرض يقيم عليها رعاياها بصفة دائمة. رقعة ثابتة من الأرض يقيم عليها رعاياها بصفة دائمة محددة المعالم. محددة المعالم أرضا وبحرا وجوا. محددة المعالم أرضا وبحرا وجوا. يبقى تاني الإقليم الثاني قالوا رقعة ثابتة منين؟ افرض انها ارض تتحرك، ما تنفعش تبقى اقليم. ليه؟ عشان لو جه عليها هينزل في الرمل ايه؟ مش هيبقى الشعب موجود، هنموت الشعب كده، مش كده ولا ايه؟ زي الفيلم بتاع عنتر بن شداد لما راح يجيب الجبال القوم، مش مشى عند الرمله، الرمله سحبته ونزلت، الراجل ومعاه ربطه بالحبل، ايوه ما لازم نربطه ده بده كده. يبقى انت عاوز الاقليم يكون ايه؟ رقعه ثابته من الارض يقيم عليها رعاياها. من الرعايا اللي هم مين؟ الشعب بصفة ايه؟ يبقى الجماعة بتوع الجزيرة العربية اللي كانوا بيمشوا حوالين المية وبين المية تخلص يروحوا يدوروا على غيره، يبقى ده كان ينفع ان ده يبقى اقليم؟ لا، ده دول كانوا بيعتمدوا على السفر والترحال. انما احنا النهارده قاعدين في اقليم اللي هو مصر اهو، ارض ثابته هو مش كده ولا ايه؟ يقيم عليها رعاياها بصفه دائمه. الاقليم ده محدد المعالم، فين بقى محدد المعالم؟ الارض. ارضا الجماعه اللي يروحوا الجيش، انت جيشك فين يا حبيب خالتك؟ يقول لها يا خالتي ده انا ودوني عند السلوم في اخر الدنيا هناك، انا يا خالتي على حدود ليبيا، بيني وبين ليبيا يا خالتي السلك الشاب، يعني غرايز حديد محطوطه ولفين حواليها سلك، نعدي يا خالتي الناحيه الثانيه نبقى في ارض ليبيا، نيجي هنا نبقى فين؟ في مصر. ساعات يا خالتي نصلي المغرب في ليبيا، وساعات نصلي العشاء فين؟ في مصر. قلت له حلو يا اخويا كده، الله ينور عليك عشان تاخد ثواب يعني. هو دوبك يعدي من تحت السلك يروح ليبيا، يجي هنا يبقى فين؟ في مصر. بيحج براحته، خد بالك ولا ايه؟ اللي عاوز يعمله بيعمله ليه؟ يبقى انت انا خدت هنا ان الاقليم محدد الايه؟ للمعالم ارضا. طب الارض اهو، طب انا عاوزه فين؟ جوا، دخلنا جوا. عشان الجماعة اللي راحوا الجيش يقول لك أنا قاعد على جهاز الرادار وقاعد كده إيه جهاز صغير والطيارة ماشية، الطيارات ماشية قدامه جدا. أول ما يلاقي الطيارة عدت الخط يقول الطيارة دي مش بتاعتنا، يخش يتك على الزرار يكبر يكبر بلا تحمل علم مصر، يبقى الطيارة دي إيه؟ طيارة معادية. وإحنا ممكن نبقى نايمين هنا، نايمين هنا يوم العيد بناكلوا جحك وبسكوت ومبسوطين، والجماعة دخلوا علينا منين؟ من فوق. اللي احنا عاوزين نأمنه من فوق برضه، ها؟ يا مش تبعنا؟ توكل على الله والجلاسة رفع الجرح في الجو، لأن الطيارة ما خدتش إذن وهي إيه؟ وهي داخلة. كذلك الإقليم بتاعنا محدد المعالم في المياه. في المية، اللي هي المياه الإيه؟ الإقليمية، السفينة مشت، دخلت المياه كده بتاعتنا ولا طلعت بره، الجزيرة ده إيه؟ بتاعتنا ولا بتاعت مين؟ زي المشكلة الأخيرة على الجزيرتين دول، تبعنا ولا مش تبعنا؟ معاك ورق ولا معكوش ورق؟ والحكاية والرواية، يبقى قال يا إخوانا الإيه؟ آدي الإقليم. بس يشترط في الإقليم، يشترط في الإقليم شرطان، أن يكون الإقليم ثابتا، ما أنت قلتها فين؟ في التعريف، وأن يكون محددا واضح الإيه؟ واضح المعالم. طيب يبقى ده كان المكون رقم كام؟
اثنين تاني. انا دلوقتي مع مكونات الدوله في التصور الايه الغربي، اول حاجه اسمه الايه الشعب، ثاني حاجه اسمه الايه، ثالث حاجه اسمها الايه السياده او الايه او السلطه. حلو، السياده او السلطه قالوا قالوا بس السياده او السلطه لها وجهان، لها ايه زي الجيني كده ليه وجهين، هنا مصر وهنا مكتوب واحد جيني، لها وجهان. قال السلطه في سلطه داخليه وفي سلطه ايه خارجيه. ده اسمك ايه؟ ايوه عادل فرج. الاستاذ عادل راجل طيب. لما نيجي نقول يا استاذ عادل، ساعات نحب نسال كده عشان يشركوا بعضنا، نسال على الاسماء وبننزل على طول، ما حدش ياخد على كلامي، ما حدش يزعل مني. لما تيجي تقول السلطه، قلنا السلطه لها وجهان، وجه داخلي ووجه ايه؟ خارجي. انا عاوز عشان افهم السلطه انا اضرب مثال على السلطه الداخليه، على السلطه لما انا اكون في بيتي، لما انا اكون في بيتي راجل طويل عريض وايه؟ الدكتور راح والدكتور جيم، بس انا ما عنديش سياده في البيت ايه؟ بتاعي. بنتي تروح الدرس تيجي الساعه 10 بالليل، ومات راحت تيجي ما جراش حاجه. مراتك راحت مشوار تيجي لنا بألف سلام، مش مدور انا على حاجه، خدت بال حضرتك؟ اهم حاجه ان الفاطمه تيجي وخلاص، مش كده ولا ايه؟ انا مش مدور انا، ليه؟ لان يجي واحد يخطب بنتي ويقول اهلا وسهلا ونورتني، ويقولوا كلمتين نروح نحفظهم لمراتي جوه، نحفظهم كلهم تاني كده، ونروح نقولهم لها وهي تلقن الكلام ونيجي، يبقى فين السياده بتاعت الداخليه؟ يبقى اللي جاي يخطب بنت قال لي بقول لك ايه؟ امال الحاجه فين؟ ما نفسي اسلم عليها والله، تعالى يا حاج تعالى يا بركه اقعدي هنا، والله العظيم انت متاكده ان ام العروسه قالت له يا اخويا والله؟ قال لها والله العظيم انت فيك البركه، والله لو كنا كنا خطبناك انت بس ما يلا مالناش نصيب. تقول هي اخي انت يا اخي خايب كده، عرفنا زماننا وزمن غيرك وتنبسط. الثاني يقول لي يقول اسكت دي اللي هتحل وتضبط معانا فيك كل حاجه ده. احنا اهم حاجه نكسبه ايه صفنا، فدي اللي هتريحنا في الاتفاق. قال لي انا صاحبك ده سيبك منه، ده صاحبك ده كيس جوافه في البيت رايح بس جاي خيال من هذا كده خلاص. وقعد خلص مع الحاجه وكلام، ايه يا راجل حاج؟ قال لي الحاجه شايف اعمل ايه؟ مفيش سلطه داخليه، مفيش سلطه ايه؟ داخليه، صح ولا ايه؟ هنا بره وهو بره بيته، بره بيته مالوش برضه كلمه بره البيت، يبقى ما عندوش سلطه ايه؟ سلطه خارجيه. يعني معنى كده ان في سلطه من بره، من بره من خارج البيت، بس السلطه الداخليه عرفنا ان مراته هي اللي بتدير البيت. طب السلطه الخارجيه مين اللي بيدير البيت؟ حماك، وهي اللي بتدير البيت، حماك هو اللي بيدير البيت، صاحبه مراته في الشغل هي اللي بتلعب في دماغ مراته ومشيه هي البيت. يبقى هنا لا في سلطه داخليه ولا في سلطه ايه؟ خارجيه. لما انت لما تيجي تتكلم على الدوله بقى، ناخد اسقاط على الدوله اهو، لما تيجي تتكلم على الدولة وتقول أنت عاوز إن الدولة يكون لها سلطة داخلية. سلطة داخلية يعني إيه؟ يعني تشرف الدولة بنفسها على إدارة أمورها الداخلية. يبقى الأمور الداخلية، الأمور الداخلية الدولة مسيطرة إيه؟ عليه. طب إيه رأيك لما جماعة المجرمين يرتكبوا الجرائم؟ بيقول لك جاري البحث عن القتلة، جاري البحث عن من سرقوا البنك، جاري البحث عن مش عارف ايه، قال لا. طب وجراش البحث؟ لما يجي بقى الرئيس الاعلى يقول له لابد تقدم لي المتهم في ظرف 24 ساعة، يقول له هنطيرك من مكانك ده. يجيب أي اثنين كده، أي اثنين يقول تعالى لبسوه التهمة وخلصوه، هم دول العلم، يعملوا ويظبطوا شغلهم ويمضوهم وكله تمام، صح ولا إيه؟ عشان ما فيش سلطة إيه؟ داخلية. إنما لو في سلطة داخلية بقى زي الدولة الإسلامية لما كان عندها السلطة الداخلية، والدولة كانت تشرف بنفسها على إدارة أمورها الإيه؟ أمورها الداخلية، يبقى ده المقصود بالسلطة الإيه؟ الداخلية. السلطة الخارجية معناها إن الدولة، إن الدولة تشرف على أمورها بدون يد الخارجيات تتدخل في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. يبقى أنت ما عندكش إيد خارجية هي اللي هي اللي بتشغلها. وزي هتلاقي إن الدولة الضعيفة بتشبهها كده في نظري أنا، بيشبهها بلعبة الأراجوز. الأراجوز قدامك بيتكلم وبيتحرك وبيعمل، بس في إيد من ورا هي اللي بتحركه، وحبال هي اللي بتطلعه وتنزله وكذا. يبقى إذا هنا إيه؟ في سلطة خارجية بتدير أمور الدولة الإيه؟ أمور الدولة الداخلية. الجماعة بتوع التصور الغربي قالوا المكون الثالث من مكونات الدولة عندنا اسمه السلطة، اسمه السلطة، والسلطة عندنا أو السيادة
الدين معناهم واحد. والسلطه او السياده لهم قسمين، سياده داخليه ان الدوله تشرف على امورها الداخليه بنفسها وتحكم السيطره عليها، السلطه الخارجيه معناها ان ما فيش ايد من بره تدخل وتتدخل في شؤون الايه؟ في شؤون الدوله. الاستاذه بقى اتفضل، الاستاذه بقى بتسال بتقول المفروض ان السلطه الخارجيه، كلامها كلام جميل، كلامها كلام واقعي، بتقول المفروض ان السلطه الخارجيه يعني معناها علاقه الدوله بالدول المجاوره لها تكون علاقه طيبه وعلاقه سلم وسلام وامن وامان، ده كلام كويس. بس لما نيجي على ارض الواقع، احنا علاقتنا مع الدنيا كلها كويسه. ما فيش علاقه احسن من كده. بس هل بلاش احنا، هل جميع كل دوله النهارده بتتولى امورها الداخليه والخارجيه؟ ولا في ايات ثانيه بتتدخل عشان تدير كذا؟ هو العظيم مش كده ولا ايه؟ لا بص، تعريف في حد ذاته يبقى احنا هنا هنتكلم كلام نظري. كلام كلامها صح، بس كلام الدين من الناحيه النظريه. انما احنا مش عاوزين ناحيه نظريه ونروح، احنا عاوزين ناحيه نظريه وناحيه عمليه. وبعدين احنا بقى ناس بتوع دراسات عليا، لازم مخنا يروح شمال ويروح يمين ويلف في الدايره ويجي ويعمل، يبقى ياخد الفكره يطلع منها كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى تاني يا جماعه، يبقى الدوله هنا، الدوله هنا في التصور الغربي لها كم مكون؟ قولوا كده معايا. واحد شعب، اثنين انت بتقول الكلام ده ما انت شرحت اهو، انا سنه هرجع له تاني، انا بعيد عليه تاني عشان هرجع له تاني دلوقتي كمان خمس دقايق. يبقى مكونات الدوله في التصور الغربي كام؟ ثلاثة، الشعب والاقليم، وعرفنا ايه الشعب وعرفنا ايه الاقليم ويشترط في ايه يكون سابق ومحدد المعالم، وعرفنا السلطه او السياده لها وجهين داخلي وايه؟ داخلي وخارجي. طيب ده انت هنا بتتكلم عن الدوله، تتكلم عن ايه؟ تتكلم عن الدوله. طب ايه رايك لو جيت قبل ما تنقل بقى عشان تنهي، ايه رايك لو جيت وعرفت الامه؟ انت بتقول تعريف الايه؟ الدوله مش كده؟ تعالى بقى اعرف الامه بقى، قلنا اول سطر كده تعريف الامه كده، جمع من الناس تربطهم روابط مشتركه، جمع من الناس تربطهم روابط مشتركه من وحده الجنس والدين واللغه والعادات. التعريف برضه موجود في الكتاب برضه، جنس والدين واللغه والايه؟ لم تتوفر لهم، لم تتوفر لهم فرصه اقامه دوله، لم تتوفر لهم فرصه اقامه دوله عن طريق الاستقرار، عن طريق الاستقرار على اقليم واحد والخضوع لسلطة مشتركة، والخضوع لسلطة مشتركة. حط نقطة كده، حط نقطة وتقول إيه؟ كما هو الحال بالنسبة للأمة العربية، كما هو الحال بالنسبة للأمة العربية. الكلام ده أنا مش فاهمه، مش فاهمه ليه؟ أنت دلوقتي عرفت الدولة، صح؟ بعد كده أنت بتعرف مين؟ الأم. أنت بتقول بقى الأمة عبارة عن إيه؟ جمع منين؟ هو زي الدولة بالظبط، جمع من الناس تربطهم روابط إيه؟ في حاجات بقى هم جمع من الناس، بس في حاجات مشتركة بينهم. اللغة، بيتكلموا لغة عربية. الجماعة اللي في أمريكا بيتكلموا لغة، المصريين بيتكلموا لغة إيه؟ وعربية مصر، وبعضهم بيجيد اللغة أمريكا، صح ولا إيه؟ والبعض لا يجيد. يبقى جمع من الناس تربطهم روابط مشتركة من وحدة الجنس، اللغة، الدين، كل دين، العادات والتقاليد. عشان الراجل بتاع أمريكا اللي عاش هناك سنين وخد الجنسية، وبعدين عندهم بعد سن معين كده الولد أو البنت له الحرية المطلقة في إنه يتصرف في أموره كيفما يشاء. خد بعضه في يوم مروح لقى واحد قاعد في البيت عنده، مين يا ابني انت مين؟ قال له ده انا صاحب بنتك. يعني صاحب بنتك بتعمل ايه؟ قال له احنا اصدقاء مع بعض يعني كده برضه.
تقعدوا مع بعض كده وروحوا تيجي عندي وتيجي عندي مفيش حاجه يعني. قال مش عايز يا ابني، يا ابني احنا عندنا يا ابني زمان يا ابني. وقال له زمان مين بقى؟ انت مين يا حاج؟ قال له من مصر. قال له الكلام ده في مصر عندكم، الكلام ده في مصر عندكم، العادات دي ايه؟ تلزمك انت، انما ما تلزمنيش يا ابني. قال له اطلع بره. قال له بره ينفع كده يا فلان؟ ممكن يكون الكلام ده ليه؟ اتصلت الشرطه، جت الشرطه خدت ابوه. ايه حصل الكلام ده بجد؟ ايه؟ قال يا جماعه ما ينفع. قال يا جماعه انا هتم مراتي وعيالي، انا مش عاوز فلوس، انا هجيب فلوس بس هنخسر ديني ونخسر عيالي ونخسر الدنيا والاخره. سلام عليكم يا امريكا. وجاب عياله ومراته وجي قاعد يستقر فين؟ في مصر هنا. قال من عشان الم فلوس هنخسر حاجات ثانيه، عادات وتقاليد راحت. بس الجماعه دي اذا في روابط مشتركه هنا، في روابط مشتركه من ناحيه اللغه، من ناحيه الجنس العربي، من ناحيه الدين، من ناحيه اللغه، كذا كذا. بس الناس دول لم تتوفر لهم فرصه اقامه دوله. ايه؟ هم عاوزين يعملوا دوله كبيره زي اللي عملها سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب في 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 عام المجاعه، عام الرماده، ها؟ الناس جعان ومفيش. الناس جم من البلاد المجاوره وجم رايحين عاصمه الخلافه الاسلاميه المدينه المنوره وجم قاعدين يجوا. جابوا الخيام ونصبوه. والعيال جعانين. سيدنا عمر حرم على نفسه الا ياكل سمنا يعني ما ياكلش طبيخ، ولا سمينا يعني ما ياكلش لحما لحد ما تنقضي الامه. طب ده اللي يقدر يعمله. طلع على المنبر قال للناس: وددت لو ان جسدي هذا كان خبزا اقدمه لكم، بس ما ياكلش خبز عشان اقدمه لكم. سيدنا عمر في وسط يعني متالم لحال الناس لا ينام لا ليلا ولا نهارا، افتكر ان في مصر حاكم داهيه اسمه عمرو بن العاص. خدت بالك ايه؟ داهيه في السياسه. فجبعت له بقى رساله في كلمتين عشان تعرف حته الامه دي. جبعت له رساله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص وللمسلم، اما بعد، افتراني أنا ومن معي هلكا، وأنت ومن معك تتقلبون في النعيم، فوا غوثاه وا غوثاه وا غوثاه، والسلام عليكم ورحمة الله. يلا يا ابني ودي الرسالة دي على مصر. الرسالة جت لعمرو بن العاص سياسي. قال أنا قريت الرسالة في جمع المصريين وقرأ عليهم رسالة أمير المؤمنين عمر. فالناس يعني بيقولوا له: طب أنت هتعمل إيه يعني؟ قال: والله لأوصلن إليه قافلة أولها عندك في المدينة وآخرها عندي في مصر. أنا هبعت له بقى المدد من عندي، الأكل والشرب والكساء وكذا، أول القافلة يكون في السعودية والآخر القافلة يكون في مصر. طب أشوف أولها بقى في السعودية وآخرها في مصر، يبقى قد إيه القافلة دي؟ وجاد المصريون بكل مكان مصر، قال مش مطلعين، وجاد المصريون بكل ما عندهم كما يجود الصادقون مع ربهم. وسارت القافلة كالسيل ومشية بالنهار كأنها ماشية بليل، كتر السواد ناس كتير والقافلة محملة كذب. يبقى إذا ده يديك إيحاء إن في حاجة اسمها الأمة العربية. إنما إحنا النهاردة هنقوله بقى لو دولة تانية طلبت مننا حاجة هنقوله زي الفلاحين بيقولوا: اللي تعوز الطريق راح الجامع، مش كده ولا إيه؟ هنقوله ده قافلة إيه؟ وما قال يا عم فكنا، احنا لاقيين ناكل هنا، احنا هنعملكم وراك من غير ده، احنا مش لاقيين الهواء، ده احنا بنكح تراب. انما لو كان في امه عربيه كانت ايه؟ يبقى الامه العربيه مجموعه من الناس هنا اهو تجمعهم روابط مشتركه من وحده الجنس واللغه والدين والعادات والتقاليد، الا انهم لم تتوافر لهم فرصه اقامه ايه؟ دوله. هم مش عارفين نفسهم يكونوا، بس مش عارفين. ايه اللي خلاكم مش عارفين؟ قالوا الاستعمار. والاستعمار السياسه بتاعته رقم واحد: فرق تسلم. كل ما يلاقوا اثنين حلوين مع بعض يقوموا ايه؟ زي الواحده الحما كده لما تلاقي ابنها قاعد في دار العيله، ابنها كويس مع مراته، تقوم ضربها ايه؟ حته في السن. انت جيت يا اخويا الله يجاوبك يا ابني. قال لها: يا مراتك النهارده كنت بعت مشوار ولا حاجه؟ قال لها: لا يا حته والله. انت خطي من المدرسه كل يوم الساعه 12 النهارده جايه الساعه 3 وجاي يا اخويا كده هلكانه وتعبانه. قال: ازاي يا حاج؟ وأقول له: حاج جنب الله يرضى عليك، انا مش عاوز مشاكل يا حاج قلبهم. اول ما تلاقي الزعيم اشتغل في الاوضه جوه تقول: ايوه زي ايه؟ مرموني تحط شطه وكمون كده، وكان ذوبهم ثلاثه هنكد عليها في الرايحه والجايه. فالاستعمار منكد علينا، كل ما يلاقي في روابط تجمعنا يخش يعمل ايه؟ يفتت الروابط دي. عشان كده قلنا كما هو الحال بالنسبه للامه الايه؟ عرفت كده ايه الدوله في تصور النهارده؟
عرفت ايه هي الامه كده؟ طب لو جينا كده حبينا بقى نقول ايه يعني من وجهه نظرنا احنا كده نستنتج ونايه ونضع تفريق، عايزين نفرق بين الدوله وبين الامه. لا بين الامه احنا خدنا تعريف الدوله اهو وخدنا تعريف الامه، ايه رايك لو قلنا الفرق بين الدوله والامه؟ الفرق بين الدوله والامه نعم. السلطه يعني السلطه السياده. تمام الله ينور عليك. والاقليم برضه وده اول فرق يا استاذ عبد قال هنا قال الشرطه والاقليم، بس احنا هنكتبه على اليمين كده، نكتبه على اليمين الدوله ونكتبه على الشمال كده الايه الامه عشان نحط الفرق، ما نعملش علم كلام كتير. فكتبنا على اليمين الايه الدوله وكتبنا على الشمال الايه الشرطه. جينا على الدوله كتبنا تحت لها سلطه زي الشيخ عبد ما قال الدوله لها سلطه، لها سلطه داخليه وسلطه ايه بصرف النظر بقى، السلطه الداخليه ضعيفه السلطه الخارجيه كذا، انا ماليش علاقه بس في ايه في سلطه. نيجي على الشمال عند الامه اللي يقول ليس لها ايه ليس لها سلطه الانتماء. الانتماء ازاي الامه الانتماء بتاعها يعني اقوى من السلطه. انتماء الامه اقوى من انتماء الدوله؟ لا ما ينفعش. انت مصري ولا مصر؟ أنا لو مصر حرب الإسلام حقق الضهر. فأنا بقول له إيه؟ دخلني وزاري جهنم من أوسع. مصر ولا جنسية ثانية؟ لا أنا مصر. أمال أنت سألت يعني زي المصريين قلت حلوة كويسة قلت من ليبيا ولا حاجة؟ على صدق فسحنا هناك. ها؟ أنا أقول لك قول أنا مسلم. أنا أقول لك سؤال تقول لي مسلم كذا ولا لا؟ ما اتكلمنا الدولة هي مصر. بقول لك ايه اوعى تسامح اوعى تسامح خليك احنا عندنا البحر طوله. قول الامه يجب ان يكون مثلا بين ابنائها روابط مشتركه زي دين زي فكره قوميه معينه زي يعني اللغه الدين، اما بين ابناء الشعب فلا يشترك كده، هم طوائف مختلفه وديانات مختلفه بين ابناء الشعب الواحد او بين ابناء الدوله. بس مشكله لو ما فيش روابط مشتركه بين الامه في العادات والتقاليد، يعني لاقي واحد يلبس جيمه زي بتوع ماليزيا؟ لا انا قصدي زي بتوع ماليزيا اللي بيدرسوا عندنا في الازهر؟ قصدي ان في لقينا عيال جايين الكليه لابسين جيب ايه يا ابني ده اللي لبس الزيت ده؟ جيب ايه يا ابني البتاع ده؟ خدت بال حضرتك؟ ده ما يتقال ده. انا قصدي ان ابني احنا سمعنا ان مش البلاطين والجمصات تبقى وجع السودا فجاه اللي لبس الجيب. الدولة متفاضع مثلا يعني الدولة دكتور الدولة يجمعها اقليم، الامة لا يشترط ان يجمعها اقليم. اه ده اللي انا كنت عاوز اقوله، كان نفسي حد ايه يقول هذا. قال ان الدولة لها اقليم يجمع افرادها، يبقى رقم اثنين عند الدولة كده على اليمين الاقليم ضروري بالنسبة للدولة. الاقليم ضروري بالنسبة للايه؟ انت هتعرف ان الدولة محددة المعالم ازاي؟ لازم الاقليم. نيجي على الامه الشمال والاقليم وليس ضروريا بالنسبه ايه؟ لا يشترط بالنسبه لها. طيب او لا يشترط الاقليم. الدوله ظاهره ايه؟ حقيقيه وقانونيه ولا لا؟ ايوه الدوله على يمين الدوله ظاهره حقيقيه وقانونيه وسياسيه. نجي على الأمة بقى نقول ظاهرة طبيعية واجتماعية. ظاهرة ما طبيعي إيه؟ إن يكون إيه ما دام في كذا وكذا روابط مشتركة يبقى في أمة، يبقى ظاهرة طبيعية وإيه؟ واجتماعية. برضه دكتور الدولة يمكن حصر عدد سكانها، الإقليم لا يمكن حصر عدد الأمة. وبرضه الأستاذ بيقول إيه؟ كلام سليم بيقول برضه ان احنا ممكن الدولة نعمل لها حصر. نعم. زي الدولة النهاردة بتعمل تعداد سكاني، بتجيب الجماعة اللي خبطوا على الشقق دول ويعملوا تعداد سكاني، ومش هم أول ناس يعملوا تعداد سكاني، ده النبي عليه الصلاة والسلام، وعايز أقول لكم سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أول واحد عمل تعداد سكاني. النبي قال لهم انظروا كيف يلد الإسلام. يعني شوفوا احنا كنا كام؟ عملوا له حصر بقوا كام؟ ولذلك شوفوا مكانه كام، فتح مكة بقوا كام، بعد كده بقوا كام، بعد كده بقوا كام. هي الكتب لما جابت الحاجات دي جابتها منين؟ وكان عامل حصر للايه؟ للتعداد اللي كان موجود في الوقت بتاعه عليه الصلاة والسلام. طيب اللي ماشي مع الكتاب، اللي ماشي مع الكتاب احنا كده خلصنا الحتة الأولانية أو الجزئية الأولانية، أهمية الايه؟ الدولة وضرورة وجودها في الفقه الإسلامي. نرجع تاني مع بعض تاني؟
أهمية الدولة وضرورة وجودها في الفقه الإسلامي، حسنا كم عنصر؟ أربع عناصر: الدولة، الدولة في مولد، الدولة، الدولة في التصور. بعد ما رحنا للدولة في التصور الغرب عرفنا أن عندها كام؟ عيد الكلام تاني لما انت لسه قايله هرجع له تاني دلوقتي. قلت ان في شعب وفي اقليم وفي سلطه وفي امه وفي امه، والسياده بقت نوعين: داخليه وايه؟ خارجيه. عندكم تاني في الكتاب عنوان بقى يقول ايه؟ مفهوم الدولة في الفقه الإسلامي. مفهوم الدولة في الفقه الإسلامي. حلو. مفهوم الدولة في الفقه الإسلامي يعني عاوز بقى يقول ايه؟ عاوز يقول يعني تعريف أو عناصر الدولة في الفقه الإيه؟ هو المفهوم يعني التعريف، ماشي؟ مفهوم الدولة في الفقه الإسلامي بمعنى آخر عناصر الدولة في الفقه الإيه؟ في الفقه الإسلامي. طيب، خليك بقى معايا كده، كفى كده. أنت قلت لنا من شوية إن الدولة في التصور الغربي عبارة عن شعب وإقليم وإيه؟ وسيادة. لما أنت بقى تقول عناصر الدولة، اللي عايز تقول الإسلام أو الفقه الإسلامي عرف المكونات الثلاثة دول ولا ما عرفهمش؟ الفقه أو الإسلام عرف العناصر الثلاثة دول اللازمين أو تلك العناصر اللازمة أو التي يجب توفرها لإقامة الدولة، هل عرفها الإسلام أم لا؟ أجاوب أنا بقى وأقول أيوه، عرف الإسلام هذه العناصر الإيه؟ الثلاثة. قلت لي إزاي؟ قلت لك العنصر الاولاني في التصور الغرب اسمه الايه؟ الشعب. الشعب. وقلت انت قلت الشعب عباره عن مجموعه من الايه؟ من الافراد يقيمون بصفه ايه؟ حلو كده. اجي بقى اقول لك عنصر الشعب، يبقى العنصر الاولاني اسمه الايه؟ عنصر الشعب توافر للدوله الاسلاميه منذ نشاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشعب موجود ولا مش موجود؟ لا. موجود اهو منذ نشأتها، منذ ايه؟ مش احنا قلنا المره اللي فاتت ان في اتجاهات اربعه. اتجاه اولاني قال الدوله قامت فين؟ في مكه. والاتجاه الثاني قامت فين؟ والثالث مهد لها في مكه واقيمت فيه. والاتجاه الرابع ما كانش فيه لانه كان رسولا فقط ولم يكن ايه؟ كسب. وجينا حكينا او اخترنا الراي الاتجاه الثاني ان الدوله قامت بالفعل فين؟ يبقى انت لما تيجي تقول بقى الشعب هنا تبقى تقول الشعب فعلا عنصر الدوله او عنصر الشعب توفر للدوله منذ نشاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب الشعب ده كان بيتكون من ايه؟ الشعب كان بيتكون وقتها من طائفتين اساسيتين. كان الشعب انذاك يتكون من طائفتين اساسيتين، طائفه المسلمين وطائفه غير الايه؟ غير المسلمين. طائفة المسلمين وطائفة غير الايه؟ المسلمين. طيب، طائفة المسلمين هم الأكبر ولا طائفة غير المسلمين هم الأكبر؟ لا، كان طائفة المسلمين هم الطائفة الايه؟ طب ما دام طائفة المسلمين هم الأكبر يبقى هم العنصر الأساسي الذي تكون منه الايه؟ الشعب. العنصر انا دلوقتي بتكلم بجيب الدلائل على ان الدولة الإسلامية عرفت او قامت على الشعب والاقليم والايه؟ والسلطه. فبتكلم على الشعب بقول ثاني ان عنصر الشعب توفر للدوله منذ نشاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الشعب يتكون من طائفتين اساسيتين، طائفه المسلمين وطائفه غير الايه؟ وطائفه المسلمين كانوا هم السواد الاعظم، يعني كانوا هم العدد الايه؟ كانوا هم العدد الاكبر. وكان يقع عليهم عبء الدفاع عن الدولة الإسلامية. هما اللي كانوا بيدافعوا، هما اللي كانوا بإيه؟ ليه؟ ليه الجماعة التانيين ما يدافعوش معانا اللي هما غير المسلمين؟ أصل غير المسلمين بيدفعوا حاجة اسمها الجزية. بيدفعوا الإيه؟ والجزية دي مقابل أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على الإيه؟ وهنتكلم بالتفصيل عن الحاجات دي. بس غير المسلم لا يشارك في الدفاع عن الدولة الإسلامية، ليه؟ ربما تحمله عداوته للدين الإسلامي على أن يقوم بخيانة مين؟ الجماعة المسلمين، فإحنا شدة من ده يرتاح ده عندك، تعالى يا مسلم أنت ودافع عن الدولة الإيه؟ ودافع عن الدولة الإسلامية. يبقى كانت طائفة المسلمين هم العدد الأكبر،
وكان عليهم وكان يقع عليهم نعمة الدفاع عن الدولة الايه؟ الإسلامية. وكانت المناصب الرئيسية والأساسية تسند إليهم. المناصب الرئيسية والمناصب الأساسية هي التي تسند إيه؟ تسند إليه. ده بالنسبة للإيه؟ للصنف الأولاني من طائفة مين؟ الشعب. من طائفة مين؟ لغة المسلمين. الصنف الثاني أو الطائفة الثانية اسمها طائفة مين؟ طائفة غير الإيه؟ المسلمين. وجرى العرف على تسميتهم باسم أهل الذمة. أهل الإيه؟ الذمة. ألف ولام وذال. الذال الصغيرة دي ألف ولام وذال عادي معروف. في ناس بتسمع الكلام أول مرة. الجماعة بتوع الأصل هتقولوا درسين كلمة الذمة والكلام ده كله. اللي هم غير أثريين معذورين. يبقى وجرى العرف على تسميتهم بأهل الإيه؟ الذمة. أهل الذمة ليه؟ يعني لهم ذمة كذمة المسلمين. ذمة كذمة الإيه؟ بس فين؟ ما المسلمين عندهم عبادات وعندهم معاملات. في المعاملات بس. يبقى حط كرسي وراك. الجماعة الطائفة الثانية اللي هي طائفة غير المسلمين اسمهم أهل الإيه؟ يبقى لهم ما للمسلمين وعليهم ما على الإيه؟ يبقى المسلم النهاردة الحاج محمود جه واحد في ريح اسمه حنة، قال له يا حنة، قال له نعم، قال له خدت عهد الذمة؟ يعني خدت العقد إن أنت هتقعد؟ قال له أيوه خدت العقد. إيه العقد؟ قال اسمه عقد الذمة. هتقعد عندنا ياما؟ قال له إزاي؟ قال له أصل عقد الكلام ده سابق لأوانا بس أنا بمهل. قال له في عقد ذمة مؤبد يعني تقعد على طول، وفي عقد ذمة مؤقت يعني تقعد عندنا سنة ولا اثنين ولا شهر ولا اثنين ولا ثلاثة. قال له لا، ده أنا واخد عقد ذمة مؤبد. قال له طب يلا بقى حتى نفسك يلا عشان نصلي الجمعة فاضل لها ساعة. الراجل بيقول سننتقل الآن، هينتقل كمان شوية، حضر نفسك على الجامعة عشان نصلي الجمعة. قال له انا مالي ومال الجمعه بتاعتكم، انا بصلي وبنحج في الكنيسه بتاعتكم. قال له لا اوعى، لهم مال المسلمين. هات العقد، العقد خشيت من جوه. قال له هات يا مؤمن العقد من عندي. قالت لهم مال المسلمين وعليه ما على الايه؟ وعلى المسلمين. يبقى تصلي الجمعه معانا وحتى نفسك الفجر بكره نصلي عشان يجيبوا اشتراك العيش من طابور وانت العيد بكره وحتى نفسك هنعملوا كذا. راحوا للقاضي مسكوا في بعض. القاضي قال لهم مال المسلمين في المعاملات دون العبادات، وعليهم ما على المسلمين في المعاملات بيع وشراء وكذا وكذا. بس ما هو الزواج يعتبر معامله، قال بس لهم احكام خاصه بالايه؟ بالزواج عندهم. يبقى المعاملات بس، انما الناحيه بتاعت العباده مالهاش ايه؟ مالهاش دعوه. يبقى الطائفه الثانيه اسمها طائفه مين؟ يبقى اصبحت اسمها ايه؟ سامح. ها؟ سامح. يا عم سامح، اصبح الشعب هنا في الدوله الاسلاميه بيتكون من ايه؟ بيتكون من مسلمين وغير ايه؟ وغير مسلمين. يتكون مسلمين وغير ايه؟ مسلمين. وغير مسلمين. طب احنا دلوقتي يبقى الفقه الاسلامي عارف الشعب ولا ما عرفوش؟ عارف. طب ده القانون الغرب عرف الكلام ده في القرن ال 16. طب ده احنا المسلمين عارفينه من زمان. يبقى اذا الفقه الاسلامي السابق على الفقه الغربي في معرفته بالمكون الاول من مكونات الدوله اللي هو اسمه الايه؟ الشعب. جه المسلمين هيصوا قالوا ايه خلاص احنا كده ايه عرفنا قبل الغرب. الغرب قالوا طب استنوا بقى في حته كده اسمها رابطه الجنسيه. يعني جنسيتك ايه؟ احنا بقى عرفناها. انتوا يا مسلمين عرفتوا الجنسيه ولا ما عرفتوش الجنسيه؟ ها؟ الفقه الاسلامي بتاعكم عرف الجنسيه ولا ما عرفش الجنسيه؟ ازاي؟ رعايه. الرعويه يعني ايه؟ انا مش فاهم. مش رعايه الدوله. رعايه الدوله. ما عايز حد يوضح لي اكتر. انما المؤمنون اخوه. انما ماشي كلام في الصليب. انما المؤمنون ايه؟ جنسيه الدوله الاسلاميه هي الاسلام. قال لك ايه؟ عايز تقول حاجه كده؟ المبايع. المبايع تحدد اما بالمولد بالدم يعني. طيب البايع. البايع البايع ماشي. كلام سليم. ايوه كده، خليكم شغالين معايا كده. لازم نشتغلوا مع بعضنا كلنا. الجماعة المسلمة، يعني إذا كده انتهينا إلى أن الدولة الإسلامية أو الفقه الإسلامي عرف المكون الأولاني للدولة اسمه الإيه؟ الشعب. في الاعتراض دلوقتي الاعتراض على حتة الجنسية. إن الفقه الغربي أو التصور الغربي على بتكلم عن الشعب عرف إن في حاجة اسمها رابطة الإيه؟ الجنسية. يا ترى الفقه الإسلامي عرف رابطة الجنسية ولا ما عرفهاش؟ قلنا فعلا الفقه الإسلامي عرف رابطة الجنسية بدليل.
ان كان عندنا حاجه اسمها العشيره وحاجه اسمها الايه القبيله. هي القبيله اللي هي الكبير والعشيره اللي عشائر اللي اصغر من القبيله. مش في رابطه بتربطهم ببعضهم كده ولا بتربطش ببعضهم؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا في رابطه بتربط الناس. مش انت بتقول الجنسيه يعني الرابطه؟ على اساس كان في رابطه ولا مفيش؟ ايوه كان في رابطه في الفقه الاسلامي. الرابطه كانت اسمها رابطه الايه؟ رابطه العشيره ورابطه القبيله اللي هي فيها انتماء لجماعه ايه؟ لجماعه معينه. طيب ادي اول دليل. يقول لهم في الدليل الثاني الاسلام قلنا لكم عرف ان في حاجه اسمها رابطه الجنسيه. بس الفقه الاسلامي ما اتكلمش عنها. ما اتكلمش عنها ليه؟ قال لأن الفقه الإسلامي ينظر إلى أن رابطة الجنسية رابطة ضيقة. هتبقى دول في حدود معينة. ده جنس كذا قاعد هنا، وده جنس كذا قاعد هنا، وده جنس كذا قاعد هنا. يبقى كده إيه؟ هذه أفكار ضيقة هدابة. هتعمل تفرقة بين الناس. وجاء الإسلام لينظر إلى أن الإسلام هو دين العالمين جميعا. يبقى الإسلام بس عليه. يبقى الاسلام جه هنا جاي ايه؟ الاسلام جاء لينظر على ان الاسلام ليس دعوه انفصاليه. ما لو قلت بقى الجنسيه يبقى الاسلام جاي لايه؟ للجزيره العربيه وحده. مش كده ولا ايه؟ انما يجي القران الكريم يقول يا ايها الايه؟ ولذلك بقى اللي درس فقه في سنه اولى لو انت تفتكر في مدخل الدراسه الفقه الاسلامي التشريع المكي والتشريع المدني. انت بتقرا في المصحف هتعرف ان القران ده مكي ولا مدني ازاي؟ يقول يا ايها الناس. يبقى مكي عشان جايه بتدعو ايه؟ تدعو جميع الناس. انما لما راح المدينه قال يا ايها الذين ايه؟ امنوا. يبقى الاسلام او الفقه الاسلامي لم يتحدث عن رابطه الجنسيه ولم يذكرها بالرغم من انه يعلم هذه الجنسيه ويقف على حقيقتها لان الاسلام ليس دعوه انفصاليه وانما جاء الاسلام ليكون دعوه لجميع العالمين. فالاسلام لو قال الجنسيه وكذا يبقى دعوه ضيقه. يبقى جاء الاسلام ليهدم لا ليبني. يبقى ده الدليل رقم كام؟ الدليل رقم 2. الدليل رقم 3 كمان هنقول لهم انتوا بتقولوا ايه؟ تعالوا بقى كده انتوا عمالين تقولوا الجنسيه وكذا وكذا. هو لما يقول انا مسلم يبقى انتسب لمين؟ للاسلام. هو لما يقول انا رايح لسوق قال له رايح لسوق تعمل ايه؟ قال له حظوظ سيدي ابراهيم الدسوق. قال له هو كان اسمه ابراهيم الدسوق؟ قال له بقرة كده ما تخش جوه هتلاقي لما تخش عليه في برواز كبير كده في اسمه ونسبه. ما لقاش كلمة الدسوق خالص. قالوا ما اللي سموه الدسوقي؟ قالوا يا النسبه. ليه؟ قالوا عشان عاش في السوق يبقى استبطل في السوق. مش هيقول بقى ابراهيم كذا الدسوق انما جه باليه يبقى يا النسبه يا النسب. يبقى نسبه الى البلده التي عاش فيها فتره كبيره ومات فيه. فانت لما تقول النهارده مسلم يبقى انت بتنتسب لمين؟ للاسلام. ده بالنسبه للمسلمين. مش تقول الشعب في طائفتين مسلمين وغير مسلمين. يبقى لما تقول مسلم يبقى انتسبت الطائفه الاولى للاسلام. ادي جت الرابطه اهي. طب لما تقول غير مسلم يبقى عاش بعقد وعهد مع المسلمين فانتسب اليهم. خدت بالك ولا ايه؟ يبقى هنا الرابطه بتاعت الجنسيه يا جماعه يا بتوع الغرب موجوده عندنا ولا مش موجوده؟ قالوا موجوده. قلنا لهم بس احنا ناس عاقلين وناس راسيين ما نحبوش نتكلموا يامه. كل حاجه عندنا موجوده بس احنا لما نسال بن ايه؟ بنجاوب. يبقى جبنا لكم كده ثلاث ادله على ان رابطه الجنسيه اللي انتم اتكلمتوا عنها في القرن ال 17 وال 18 وجحتوا دماغنا بيها ديننا دين الاسلام ذكر المكون الاول للدوله هو الشعب. تاني اهو. يبقى ذكر المكون الاول للدوله هو الايه؟ الشعب. وذكر ان في الشعب كم طائفه؟ اربعه مش كده؟ انتوا بتقولوا ما انا هقول غلط. لاحظوا ان انا نص كلامي هجي ده وانا مثلا هقول نص الكلام غلط عشان نعرف اللي متابع مش ايه؟ مش متابع. يبقى الشعب هنا في كم طائفه؟ في اثنين مسلمين وغير مسلمين. المسلمين يحاربوا ويدافعوا. المسلمين تسند اليهم المناصب الرئيسيه. غير المسلمين بيعيشوا معانا بعقدين يا مؤبد يا مؤقت. رابطة الجنسية للتصور الغربي أو الفقه
حكم الغرب اتكلم عنها، الاسلام سبقهم برضه وتكلم عنها وجبنا دليل واحد كذا والدليل الثاني كذا والدليل الثالث ايه والدليل الثالث كذا. يبقى كده النتيجه بقى النتيجه المستخلصه ايه؟ النتيجه المستخلصه او النتيجه النهائيه ان الفقه الاسلامي عرف ان الشعب مكون من مكونات الايه؟ الدوله. طيب المكون الثاني عند الجماعه الغرب اسمه ايه؟ الاقليم، مش كده؟ يبقى نيجي بقى عند كده بنتكلم عن الاقليم. توفر كذلك عنصر الاقليم للدوله الاسلاميه، توفر كذلك عنصر الاقليم للدوله الاسلاميه وكان متمثلا في ارض المدينه المنوره. وكان متمثلا في ارض المدينه المنوره. ايه اللي خلاها؟ ايه الدليل على ان المسلمين عرفوا الاقليم؟ مش انت قلت ان الاقليم لابد ان يكون ثابتا؟ طب هو الاقليم بتاع المدينه المنوره كان ثابت ولا ما كانش ثابت؟ مش كده ولا ايه؟ طيب هنا الاقليم ده مش انت بتقول الاقليم عشان نعيش فيه لازم تبقى الدوله لها اختصاصات فيه؟ طب هو الدوله الاسلاميه كان فيها اختصاصات وبشرت الدوله الاسلاميه اختصاصاتها على ارض هذا الاقليم داخليا وايه؟ والنبي كان بيحل المشاكل الداخليه ويحل المشاكل الايه؟ يبقى ده كان الاقليم. بس اقليم المدينه ده كان صغير ولا كان كبير؟ صغير. ما انت لما جيت تتكلم عن الاقليم قلت لما ما اشترطش الاقليم يكون ايه؟ مساحته كبيره ولا ايه؟ ولا صغيره. يبقى كان الاقليم في المدينه المنوره صغيره لكنه اتسع بعد ذلك شيئا فشيئا عن طريق الفتوحات الاسلاميه. يا مصر دي كانت مسلمه؟ مصر كلها كانت اقباط في الاصل وجاء الفتح الاسلامي اليها فانتشر الاسلام ايه؟ فانتشر الاسلام فيه وكذلك انتشر الاسلام في ارجاء العالم كله عن طريق الفتوحات الاسلاميه. بعد سمع طلعنا من هنا بنتيجه ان الاقليم توافر او وجد الاقليم في الفقه الاسلامي للدوله الاسلاميه وكان متمثلا في ارض مدينه المنوره التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم عليها جميع اختصاصاته الداخليه والخارجيه وكان الاقليم صغيرا الا انه اتسع بعد ذلك شيئا فايه؟ فشيئا. طيب بس السؤال دلوقتي انت الاقليم اتوجد اهو، هل لهذا الاقليم في الدوله الاسلاميه من حدود؟ هل لهذا الاقليم من حدود؟ ما انت عندك في الفكر ايه صح؟ انت بتقول لا، مش انت عندك في الفكر الغربي او في التصور الغربي الاقليم موجود؟ بس الاقليم ليه ايه؟ ليه حدود؟ الاقليم ليه ايه؟ ليه حدود. يا ترى الاقليم في الدوله الاسلاميه ليه حدود ولا مالوش؟ خوص. طب ليه؟ لانه هو الحدود الحكميه معنويه. جميل، اجابتك 75% صح، تقول كده؟ عشان الفتوحات الايه؟ عشان الفتوحات الاسلاميه، تمام. هو الحدود، الحدود في التصور الغربي عباره عن ايه؟ عن اسلاك شائكه. واحنا بنبني الجدران بيننا وبين ليبيا وبين السودان، في جدران ولا حاجه، ده احنا بنعمله ايه؟ نجيبوا شويه خشب بتوع شجر صغير، نزرعوهم في الرمله، ونجيبوا سلك ونشدوه عليهم، ونجيبوا نقطة بتاعت الجيش تقعد هنا ونقطة عندهم وخلاص ما حدش ايه يروح ولا حد يجي. خد بالك؟ انما انت لو جيت وجيت على الاقليم بتاع الدولة الاسلامية قلت ان الاقليم له حدود. فمعنى كده اللي عند المسلمين مش هيعدي يروح عند غير الايه؟ عند غير المسلمين. يبقى الحدود هنا زي الاستاذ ما قال الحدود في الاقليم، حدود الاقليم في التصور الغربي حدود مادية، حدود الايه؟ أما الإسلام فهو دين الروحانيات وليس دين الماديات. والإسلام يتكلم عن الأمور المادية ولا يتكلم عن الأمور الروحية؟ إزاي؟ إزاي؟ الواحد لو ما بيصليش العشاء، لو بيصلي العشاء كل يوم وروح تعبان واتغدى ومد رجله شوية كده لقى نفسه راح في النوم عمال يتقلب شمال ويتقلب يمين. أنا مش عارف أنام ليه يا جماعة. الروح كانت بتاخد غذاء. بس الغذاء اللي بتاخده كل يوم هو متعود إيه؟ يصلي، متعود إن روحه تاخد غذاء في الوقت ده. يبقى مش هينام ولا يستريح إلا لما يتوضى ويصلي العشاء وينام، كده الروح من جوه استريح. إنما بالنسبة للروح المضيع، إنما الروح المعتمد لا يهمه صلاة ولا غير إيه؟ في القطر ينام، في العربية ينام، في الغيط ينام، في أي مكان ينام ما إيه؟ ما يهموش، لأن الروح عنده ما بتحصلش على الغذاء الكافي بتاعها،
فالإسلام ده هو دين الإيه؟ دين الربحانيات. الإسلام بيتعامل مع الناس بأسلوب راقي. إنما لو كان الإسلام دين الماديات، تم الماديات النهاردة إيه المشكلة النهاردة؟ فعهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الماديات موجودة والربحانيات موجودة، بس كانت الروحانيات تطغى على الماديات. الروحانيات تطغى على الماديات. سيدنا عثمان لما النبي يقول من يشتري بئر رومة وله الجنة، قال له أنا أشتري، وجراح اشترى البئر وخلاها ملك للمسلمين، يبقى الجانب الروحي إيه؟ تغلب عنه. النبي لما يجهز الجيش، عثمان جهز 6 الجيش، ما اكتفاش بجد، راح لبيته وفتح الخزان وملا حجره جلابية واسعة، زي بتاعة أبويا بتاع زمان، وملاها دنانير، يعني جنيهات ذهب، وخلى النبي قاعد بعد الصلاة، النبي بعد الفجر مهموم بيفكر هنصرف منين ونعمل ايه، وخلى النبي قاعد كده وسارق من يفارط الايه. تخيل بقى الدنيا بتشتري ذهب منين؟ الذهب بقى ينزل كده ملح يجري نوم الارض حواليه. النبي رفع ايده للسماء قال اللهم لا تنسى لعثمان هذا اليوم 3 مرات، اللهم اني قد رضيت عن عثمان فرض عنه. يبقى الجانب الروحي ايه؟ تغلب النهارده. النهارده هو دكتور كبير عميد كليه، وانا شفته بعناية، اخوه مستشار في مجلس الدوله، واخوه الثالث فلاح، أمهم عايشة، ودوا أمهم تعيش مع الفلاح الغلبان، الفلاح بياخد أرض بالإيجار عند الناس، أمهم عايشة مع الفلاح، خد بالك، أمهم بتاخد علاج، العميد اللي راح اتجوز 7 سنين وراح قطر 5 سنين، راح 12 سنة، قال خدوا بالكم أنا كل طلعة شمس، أول الشمس ما تطلع، فلوسي بتزيد في البنك 25,000 جنيه، كل يوم رصيده بيزيد 25,000، يبقى معاك كام مليون دي؟ ما عرفناش نحسبهم يا جماعة، دلوقتي نعرف نحسبهم. زمان ما عرفناش كنا غلاب بنسمعوا عن مليون جنيه دي النضوخ، انما دلوقتي ممكن نحسبهم. وبعدين بعت المستشار قال له اسمع يا واد يا مستشار، علاج امك ينقسم بالنص، انت تدفع النص وانا ادفع النص. طب ما تدفع انت علاج امك يا دكتور يعني 50 جنيه؟ قال 50 ليه؟ قال وانا حرامي 50 جنيه لامك في الشهر؟ قال واد المستشار يدفع شهر وانا ادفع شهر، لازم اتفق معاه كده، ما يجيبوش الحل كله عليا، وسايبينها عند الفلاح تاكل وتشرب. ولما جات امه تقعد عنده اسبوع مرته ما استقبلتهاش. خدت بالك؟ طب طول بالك، وراح يوم العيد يذبحوا الذبيحه في البلد، فجيتوا كده الجماعه بتوع الموضه اللي من دول كده، فستها بتقول لها ما تهملي يا بنت شويه، انت مالك عامله كده؟ سعيد سعيد لابسه لي بنطلون ما حاسه كدالين. البنت زعلت، بابا ماما انت زعلت، بس امه قالت لها الضفر اللي المقصم يطيره من صبحها بلدت جدي واهلي كلهم. هي ما اناش قاعد وخد بعض وخد مراته اللي ماشي ونكد عليهم في الولايه، قالت له الله ينكد عليك يا بعيد من المطروح. يبقى انا شوف الماديات قبض على ايه؟ وبيصلي الجمعه كل جمعه، وكان بيجي الاسلام ويقول ويجاوب على اسئله خد، ونسمع كلامه تعيط، بس عشان تطلع منه جيني يقول لي الجيني كده اياك نعبده واياك نستعين. يبقى طبعا ايه؟ طبعا هنا الجانب المادي على الجانب الايه؟ فجوا هنا الغرب بيسالونا بيقولوا لنا الاقليم، احنا احسن منكم، الاقليم عندنا في الغرب له حدود، لكن اقليمكم ليس له حدود، قلنا لهم عندكم ده انتوا اللي طلعتوا خايبين واحنا احسن منكم، الاقليم عندنا مالوش حدود لان حدودكم ماديه، اما احنا الدين بتاعنا اسمه دين الايه؟ الربحانيات، والا ما كانش الاسلام بتاعنا انتشر في جميع العالم كله، لان ديننا لا يخاطب الاجسام لكنه يخاطب الايه؟ يخاطب الارواح. يبقى هنا يا جماعه طلعنا بالنتيجه المرجوه ثاني، الفقه الاسلامي عرف الاقليم ولا ما عرفوش؟ ده تعرفوا قبل ايه؟ انتوا لسه عارفين الاقليم في القرن ال 17، احنا عارفين الاقليم من اول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مراحل المدينه الايه؟ مراحل المدينه الايه؟ المنوره. ولذلك هو النبي لما راح المدينه النبي بيعمل الاقليم وبيعمل الدوله، بس النبي عاوز يعني عاوز يحس النبض كده. فلما جت غزوه بدر سنه 2 هجريه، لسه النبي داخل على مجتمع جديد، ارضهم ووطنهم هو غريب هو والمهاجرين عليهم، فجت غزوه بدر كده قال لهم ايها الناس اشيروا علي. فجاب واحد من المهاجرين قال له يا رسول الله يلا توكل على الله احنا معاك اهو. فقال ايها الناس اشيروا علي. فلما رئيس الانصار سيد الانصار سيدنا سعد قال له والله لكأنك تعنينا بهذا يا رسول الله، احنا بنفهمه
قال له اللي قال لك انا عايز اسكت؟ قال له ما انت قلت المهاجرين ردوا عليك واحد اتكلم بلسانهم اهو، يبقى انت بتعيد الكلام ثاني، يبقى انت بتقصدنا احنا. قال له ايوه انا بقى عايز اخد رايكم. قال له والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معه، ما تخلف منا رجل واحد، انا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركه الله يا رسول الله. يبقى شوف الاقليم، قال احنا اهو، يبقى ده شعب اهو، يبقى اذا التحم الشعب مع الاقليم فصار كانهما شيء ايه؟ واحد. الجماعه بتوع الغرب قالوا يا بس احنا برضه احسن منكم. قلنا لهم ليه؟ قال ده احنا عندنا بقى السياده او عندنا الايه؟ السلطه. انتوا كمسلمين او كفقه اسلامي ما عندكوش الايه؟ ما عندكوش السلطه. قلنا لهم خد يا ابني انت تعالوا هنا نقعدوا بقى رجلينا وجعتنا من الوقف. هنقعدوا هات يا ابني طقم سابع عشان احنا عطشنا والدنيا حر والناس تنشفت رجلنا من ساعتك. قلنا لهم تعالوا بقى انتوا بتقولوا، قلت انا بتكتب؟ قال السلطه. قلنا لهم السلطه دي معناها عندكم ايه؟ قال السلطه عندنا القوه القاهره. يعني لازم تكون قوه وتكون بايه؟ تقهر الناس. لازم تذل الناس. عشان الناس تسمع الكلام وتلقاه. قلنا لهم ده احنا عندنا ما يقابل القوه، عندنا الاماره، عندنا الخلافه. بس عندنا الاماره بقى والخلافه بتاعتنا ما فيهاش قهر ولا فيها ذل ولا فيها عبوديه ولا فيها استعباد ولا فيها حاجه خالص. وهنجيب لكم الدليل. عندنا القران بتاعنا بيقول ايه؟ ان الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالإيه؟ بالعدل. قلنا لهم تعرفوا الآية دي جت ليه؟ كل آية لها سبب نزول. كان في واحد اسمه عثمان بن أبي طلحة، وده كان سادن الكعبة، يعني كان خادم الكعبة مع المفتاح بتاع الباب بتاع الكعبة. احنا نروح نطوفه ونجوا عند الباب مش عارفين نوصلوا له، والباب عالي شويه كده. هو عمنا عثمان ده كان معاه المفتاح ويفتح الكعبه من جوه، والناس تديله فلوس هو وعيلته ويوكلوا الحجاج ويشربوهم ويصرفوا عليهم. خدت بالك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام في يوم الجماعه المشركين اذوه، وعثمان بقى اللي بيقول اذوه، فالنبي عاوز يسلى عن نفسه شويه. قال له خش نصلي ركعتين كده. فالنبي فتح الباب، كان الباب ينفتح يوم الاثنين والخميس. عثمان فتح الباب، الناس كلها جم داخلين جوه في الكعبه، بس عندهم اصنام بيصلوها، ومحمد داخل يصلي للاله بتاع ربنا. فقام عثمان منعه، كذبه وقال له يلا مشي من هنا. فقام النبي قال له يا عثمان، قال له نعم يا سيدي محمد. قال له هذا المفتاح سيكون يوما في يدي وستنظر كيف اضرب. المفتاح اللي انت بتتجنزح كده اهو هيبقى في ايدي انا يوم الايام، وهتعرف انا هنودي المفتاح فين. سيبني اصلي مالكش دعوه بيه. عثمان ده سبته، وبعدين رحت قلت فوقع في قلبي من كلام محمد بن زياد، ان كان محمد برضه امر ده محمد بن عمر صادق وامين، ان كان الموضوع يجي له في يوم من الايام. قال يوم فتح مكه لقيت محمد جاي سنه 8 هجريه، وجاي يغزو بقى ويفتح البيت الحرام وكذا وكذا وايه، والقصه اللي احنا عارفينها دي كلها. قال فانا لما لقيتهم جايين لقيت محمد بيطوف بالبيت، قلت حلو هيطوفوا بعد حبه، يقول عاوز نخش فين؟ جوه نصلي في الكعبه جوه. قال جيت واخد المفتاح وهربان فوق سطح الكعبه، طلع فوق السطح مستخبي. قال علي بن ابي طالب قوي، راح لجي ماسكني ضربني وجي واخد المفتاح مني، بقى المفتاح في ايد علي. قال بعد محمد ما طاف جه علي ومعاه العباس، وبقول له فوق السطح شايفه كده يعني. فالعباس بيقول له اجعل لنا الحجابة والسقاية يا رسول الله، سيب بقى الموضوع ده لنا في ايدينا احنا كده، ده الامر قال لي لك اهو. قال فجه النبي قال اين عثمان بن ابي طلحه؟ قال له فوق. قال له جبت المفتاح ازاي؟ علي قال له ضربته وجبته منه. قال له اعتذر اليه يا علي، روح هات وتاسف له قدامه. علي راح جاب فبيتاسف له، فعثمان بيقول له ضربت واذيت يا علي ثم جئت تعتذر؟ فقام علي قال له ابشر فلقد انزل الله فيك قرانا. علي ما بيعتذرش من دماغه، ده في قران لسه نازل دلوقتي على النبي محمد والنبي امرنا بالاعتذار ليه؟ فجه النبي واخد المفتاح من علي
وجه من ذهن عثمان وقال له يا عثمان خذ المفتاح خذوها للحجاب والسقاية وخدمة الحجاب خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلى أن تقوم الساعة ولا يبني من الظالم ولا حاجة. عثمان قال خدت المفتاح وما شد فرحان جنبنا ذلك قال لي خذ يا عثمان ثاني أتذكر يوم أن منعتني وكنت أصلي في الكعبة فقلت لك سيصير المفتاح يوما في يدي وستعلم كيف أضعوش فردته لمين؟ اديته لك ثاني قال فقلت له أشهد أنك رسول الله أنت ما بتقولش كذا فانتكب نزلت الآية دي إن الله إيه؟ شوف بقى الخلافة بقى في يد سيدنا رسول الله عملت إيه أهو؟ إحنا عندنا بقى النهاردة الجماعة النهاردة خدوا الخلافة أو خدوا السلطة خدوها من الغرب على أنها سلطة قاهرة أمين الشرطة يبيع مشكلة فيكم تواجد يوقف الصفة وانتباه بيحصل ولا بيحصل شيء يأدينا واحد يزعل منك ويقول لك اعمل له قضية وضب له محضر وتروح قضية وتروح المحكمة وانت في الآخر تلاقي عندك قضية ومحكوم عليك وانت ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده تروح تقعد قدام الظابط ويقول لك اختار بلد تحب الساحة ولا تحب مخدرات ولا تحب نعملها لك انتماء لجماعة ما يا عم انا ما عملتش حاجة اختار لك حاجة من اللي تقول لك لا حاجة خلاص اهو انت مش اللي عندك وانت تروح تحطه في جيبك اهو شوف عشان وصل نفسك حطه في جيبك كده وطلع لك من جيبك ايه رايك صور يا ابني تطلعه من جيب اللي عايزين حقوق الانسان في المغرب يبقى خد السلطة انما احنا عندنا السلطة بتاعتنا هنا خلافة اهو عندنا الإمارة اهو النبي عمل كده الصحابة تعلموا كسب سيدنا عمر بن الخطاب كسب كان كسب لا هي لما عمر الخطاب يقابل الست كده وتقعد تشتكي له ويقول له انا بشكي عمر الى الله بشكي عمر لربنا يقول لها تعالى انا بتقلي ويشتري المصدرة مني ويقول لي ابنه لما نموت انا ذبحت الفلوس يا ابني وخدت العقد اهو اشتريت المصدرة قال له ساعة ما نموت بقى تجيب الكتاب ده اهو الصحيفة ده وتضعها بين كفني وجسدي ساعة ما تكفنوني يا ابني غسلوني حطها بين الكفن والجسد قال له ليه يابا؟ قال له عشان يوم القيامة لما تقول يا رب عمر ظلمني اقول له انا اشتريت المصدرة منين؟ بفلوسي من المال بتاعي يبقى السلطة هنا شوف السلطة هنا بتعمل ايه؟ السلطة هنا عندك السلطة القاهرة ظالمة وكيل وزارة عنده تحت له خمس ست عربيات ظابط شرطة عربية ضد المدام الشرطة وتطلع على الدرس وتوديه مش عارف ايه وتروح السوق والحكاية والكلام ده صح ولا ايه؟ بنزين على حساب مين وعمرة على حساب مين وساعة ما تيجي تعمل لها عمرة يقول لك ده لسه العسكري من اللي بيسوق ده هو الواد يقول لك ابويا بيع لي ابو الفتان اللي عندنا عشان نصرف على العربية وانت يا ابني تقول له انا نعمل ايه؟ اقول لي نعمل انا ايه؟ يا كده مش هيستطلعوني منين؟ من الجيش يبقى السلطة القاهرة عندكم يا غرب اهو لما احنا عندنا الاسلام عندنا الايه؟ عندنا السلطة. انتوا بتقولوا السلطة عندكم وجهان داخلية وخارجية. السلطة الداخلية الاسلام عرفها. الاسلام عرف السلطة الداخلية والنبي بشر السلطات بتاعته على السلطة الداخلية اللي هو الاقليم اللي هو كان عايش فيه. بدليل ان الاسلام كانت له الكلمة الأولى والأخيرة فين؟ في المدينة. طب السلطة الخارجية الاسلام بشر السلطة الايه؟ الخارجية. الاسلام بشر السلطة الخارجية فين؟ تعرف تقول لي؟ من خلال ارسال الرسائل للملوك والامراء وكل النبي كده يتجرأ وقلبه يدمر ويبعت رسائل لكسرى اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين وكسرى يمسك رسول الله يقول اذبحوه اقتلوه ويمسك الكتاب بتاع النبي رساله يقطعها كده النبي يقول مزق كتابي مزق الله ملكه الراجل بتاع الروم ياخد يحسن للرسول وكذا 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 النجاشي كذا مش عارف ايه كذب يبقى السلطه الخارجيه ظهرت ايه؟ من خلال ارسال الرسائل للملوك والامراء القران اتكلم عنه قال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين يبقى صارت العزه الى امر ايه؟ امر خارجي. طيب يا سيدي لما تيجي انت بعد كده تيجي برضه على السلطه موجوده برضه دليل من السنه حديث عبد الله بن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه؟ يبقى كل واحد فيكم عنده سلطه بمعنى كلكم راع يبقى كل واحد عنده ايه؟ سلطه يتصرف فيها الامام راع ماشي مالناش دعوه بالامام خلينا نتكلموا في اللي يقدروا عليه والرجل في اهل بيته ايه؟ يبقى النهارده لما يبقى اب وبنت تلبس بنطلون محزق وتلبس كذا ودي زي مدن متحضره كده تلبس البيجام بتاع الشد فوق وش جزء من بطنها باين يقول لك ده الموضه ايه الجدع؟ ايه الموضه دي؟ يبقى انا كده راجل مش مظبوط؟
لما المرضى تطلع كده مش عارف وتفتن الناس ويا باشا يبقى الراجل مش منضبط مش كده ولا ايه؟ والرجل في اهله راعي ومسؤول عن ايه؟ والمرأة في بيتها ايه؟ هتقول انا راعية في ايه؟ وانا ليا كلمة في الطاقة ايوه انت راعية، راعية في الثلاجة تغسل الثلاجة في الاسبوع مرة على الاقل، راعية في الفاكهة اللي عمال لي جيبوها والبوست اللي جاي على البوست تعمل لها كوكتيل تعمل لها عصير ها؟ راعية في البوتاجاز اربع 5000 لما تطبخي بيه تمسحيه وكده ما تراش حاجة وايدك مش هتخس ولا جسمك هيخس يعني عشان تنضفي عليه راعية تنضفي كده أو البول عشان الصراصير والنمل ما يجيلناش يقول لها أنت عجينة أبيدوس ومش أبيدوس وإيه ولا إيه إيه اللي خلى الصراصير دي يعني عمد عبد اللي فات معايا أنا ولا إيه واللي هو عدم النظافة والإهمال اللي أنت عايشة فيه مش كده ولا إيه ها؟ آه ونجي النبي في الآخر بقى عشان يحط السلطة بقى قال ألا ذكر النبي قال ألا كلكم راعي وكلكم ايه؟ ما قالش بقى الدكتور لما يخش المحاضره ما يشرحش او يقعد ربع ساعه يبقى ما عندوش ضمير قال قلق وعشان يجيب احمرقين وعشان يجيب المدرس اللي بيقول للعيال في المدرسه روحوا يا اولاد اوعوا تيجي المدرسه ثاني ولما يلاقي واحد في الفصل يضربه عشان ما يشرحلوش عشان يروح يدي دروس مجموعات بره مش هو ده مش ده سبب مش السلطه عندنا ايه اللي بوظ السلطه عندنا؟ ما هو ده اللي بوظ السلطه ايه؟ ها؟ اه ما قالش ان المحافظ لما يروح يزور حته يقولوا الو يا مدرسه فلان المحافظ جاي لكم منذ الصباح الباكر كان المدرسين الساعه 7 واقفين والطابور موجود والحمامات على سنجة 10 وليه ما يروحش مفاجئ يعني؟ ليه ما يروحش مفاجئ؟ ليه ما يفتش كده عشان ينجل ده ويعمل ده ويخرب بيديه وينصب ده ما جراش حاجه عشان يبقى يبقى عبره لمن اراد ان يعتبر يبقى هنا السلطه عندنا في الاسلام اهو يجيبها ليه الحديث كذلك الاجماع يجمع العلماء على ان السلطه ايه موجوده لكنها مقيده بايه؟ بحدود. فش يا جماعه كده؟ يبقى تاني يبقى عرفنا كده ان الفقه الاسلامي سبق الفقه الغربيه بان تحدث الفقه الاسلامي عن مكونات الدوله الثلاثه الا وهي الشعب والاقليم والسلطه بوجهيها الداخلي والايه؟ والخارجي. نيجي بقى نقول ايه الفرقه كده عرفنا ان المدرسه بس عاوزين بقى نقول ان احنا احسن من الغرب شويه الفرق بين السلطات في القوانين الوضعيات والاسلام الفرق بين السلطه في القوانين الوضعيه والاسلام ايه رايك تعال هات على اليمين كده قول السلطه في الاسلام وعلى الشمال تقول السلطه فين؟ في القوانين الغربيه. ها؟ انا ماشي مع الكتاب اه. لا هتلاقيها عندك في الكتاب بس لما تروح وتعمل كوبايه شاي وتقعد كده تتسلطن مع نفسك انت هتسمعني وانت كاتب بيقول ايه؟ بيقول السلطه في الاسلام منه لله فين فين فين؟ هتلاقيه تقوم عاملها على طول. فانت حضرتك بتقعد معايا انا عايز اقول في صفحه 40 اهو. صفحة 40 بتقعد معايا بتعرف العناصر بتعرف انا بعمل ايه ممكن في ورقه خارجيه كده تاخد عناصر وتشتغل بيها وفي البيت تروح بقى الصف في الكتاب براحتك وتسجل كل واحد يسجل بالطريقه اللي تعجبه يبقى على يمين السلطه فين؟ الاسلام طب السلطه في الاسلام مقيده ولا مطلقه؟ بل لو كانت السلطه بقى في الاسلام مطلقه كان الحاكم يعمل فينا زي ايه؟ زي معاوية انما السلطه في الاسلام مقيده السلطة في الإسلام على يمين كده واحد، السلطة في الإسلام مقيدة بالقرآن والسنة. ما القرآن بيقول إيه؟ إن الله إيه؟ يأمركم أهو مش كده؟ أن تؤدوا الأمانات إحنا كلنا أو أغلبنا ناس فلاحين ها؟ عم عبده فلاح زي حالاتي هتيجي واحدة زي الفلاحين بتوع زمان تقول له يا شيخ عبد يقول لها نعم يا حاج تقول له يا أخويا الحالة بالمخرطة ده أهو فزمان الحجاج كانت مخرطه ما كانتش زي ايه؟ زي دلوقتي عارف المخرطه؟ عارف الرقيه دي؟ انت قاعد في المدينه بتاكل لانش وانت وايه وعشان ما تعرفش الكلام ده. حالك مخرطه حالك كبير عشان يشبه المخرطه تقول له خليه كفني بقى يا شيخ عبد لما نموت عشان عيالي ده هم ابتلاء من ساعه ما اتجوزوا كل واحد ايه انتبه لمراته عشان ما تلاقوش حد فيهم. يا شيخ عبد دي مظبطه كده حالك خالتك حميله فلانيه ايه بغرضي دفنها او بغرض الكفن بتاعها وقوم كاتب مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه طب جه خلف الامانه بتاعته يبقى عنده سلطه اهو الحاكم
رئيسي في العمل كذا كذا كذا، يبقى السلطه اللي عنده لما يجي يقول لي روح هات مدير، يقول له هات لي عيش يالا، روح هات اشتراك، يقول له مش جاي، انت ليش شغل في المكتب هنا بس؟ ما نجيبش عيش ولا نجيب سبان ولا نجيب بولغاز ولا نجيب طماط، ما نجيب لعب شغل. طب باذن الله حنجيبك باذن الله خصم 3 ايام. يقول له يا باشا السلطه في الاسلام مقيده بالقران، ان الله يامركم ان تؤدوا، واذا حكمتم يا باشا ان تحكموا بالايه؟ روح الله ينتقم منك. بتدعي علي كمان سب وقذف، يلا افصلنا. خد بالك هنا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن ايه؟ انت راعي وبتسال عني يوم القيامه، كنت بجيب لك العيش وكنت بسلك السلم وكنت بسعيش الفراخ فوق واجيب لك التموين، فاكر ولا مش؟ واجيب لك الزيت والسكر واجيب لك سكر فلاح في البلد واجيب لك جبنه بلد كل اسبوع، صح ولا غلط؟ هذه السلطه هنا ايه؟ مقيده بالقران والايه؟ والاخلاق. مقيده بالقران والسنه والايه؟ والاخلاق. ولما سيدنا علي لقى الدرع بتاعه مع اليهودي فقال له خذ اليهودي، قال له نعم، قال له الدرع ده بتاعه. اليهودي قال له لا، الحيازه في المنقول سند الملكيه، قاعده هيقولوها بعد كده في القانون، والدرع ده بينشاء ويحاز وانا دلوقتي شايله، يبقى الحيازه في الدرع اللي هو ينقد سند الملكيه يبقى ملكي الان. سيدنا علي قال له طب تعالى روحوا للقاضي. خدوا بعضهم وراحوا للقاضي. جه القاضي قال له اجلس يا امير المؤمنين، وساب اليهودي واقف. ها؟ هو مدعي مدعي عليه. فقام سيدنا علي قال له لا غلط، خير لك ان تامره بالجلوس وتامرني بالوقوف. لان هو المدعي مركزه اقوى مني، يتساوى على الاقل يتساوى بينا. فقام اليهودي ايه؟ قعد القاضي بقى يسال سيدنا علي، قال له الك بينه؟ قال له ايوه، عند ابني والعبد بتاعي. فقال له اما شهادته مولاك اللي هو العبد فقد اجزتها، واما شهاده ابنك فقد رددتها، لان انا عندي الفرع لا ايه؟ لا اقبل شهادته للاصل، ابنك ممكن يا حبيبي، وحكم بالدرع لليهودي. فقام اليهودي خد الدرع ومشى كده يقول ايه؟ امير المؤمنين كلم نفسه يخاصمني الى قاضيه فيحكم قاضيه بالدرع لي ولا يقضي له، دين كهذا احق ان يتبع؟ راح لسيدنا علي قال له اما الدرع فهي درعه، انا كنت سرقتها منك، خذها اهي، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يبقى السلطه هنا مقيده بالايه؟ الاخلاق. النهارده انت هتلاقي الكلام ده بغير متوفر على ارض الايه؟ على ارض الواقع. اتفضل. طيب على الناحيه على الشمال بقى، الناحيه على الشمال السلطه فين؟ في القوانين الوضعيه ايه؟ مطلقه. اللي هو عاوز يعمله ايه؟ يعمله مطلقه بخلاف الاسلام. على اليمين نروح للسلطه في الاسلام، نقول احنا عندنا هنا عندنا هنا السلطه كم نوع؟ شرطه تشريعيه وشرطه تنفيذيه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيبشر اعمال السلطه او سيدنا عمر بن الخطاب او كذا او كذا او الغلام، هل كان هناك فصل بين السلطات؟ لو السلطه التشريعيه وان احكم بينهم بما انزل الله، وان احكم وان احكم بينهم ايه؟ بما انزل. يبقى الحكم هنا السلطه التشريعيه باشا مع القران والايه؟ السلطه، مش كده ولا ايه؟ طيب ده السلطه التشريعيه. طب السلطه التنفيذيه، السلطه هينفذ الاحكام. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الاسلمي ورجم الغامديه. السلطه القضائيه كان صلى الله عليه وسلم يجلس بنفسه فيقضي بين الناس. يبقى ليس في الاسلام، اطلع من ده يقول ايه؟ ليس في الاسلام فصل بين السلطات الثلاث. ليس في الاسلام فصل بين السلطات الثلاث. طبعا احنا كبار وعارفين السلطات الثلاث ايه؟ كذا وكذا. نعم. السلطه في القوانين الوضعيه الغربيه مقيده بالدستور والقانون، مش مقيده. نعم، بس ممكن يتغير. السلطة القوانين الوضعية، أنت قصدك تتكلم عن النص الأولاني يعني؟ لا، الأولاني إنها مطلقة يعني؟ أنت قصدك تقول كده؟ آه. طيب أنا هقول لحضرتك حاجة. ممكن الدستور يتغير. لا، أنا هرد على حضرتك. دلوقتي أنا هنصحح الورق بتاعتي. مثلا يعني وأنا متضايق منك والدار من 20، هنديك 4. هتعمل إيه؟ هتروح تكتب 3 تظلم وتدفع 50 جنيه. هقول لك شوف بصرف النظر على حسب اجيب نتائج يعني، هقول لك الدرجه صحيحه لان انت طلبت اعاده الرصد وهبص على الدراسه بره لقى كذا،
طب جبنا واحد لبره الورق تقدرش تحاكمني اقول لك لان التصحيح سلطه تقديريه انا تقديري كده للماده العلميه اللي كاتبها كذا صح ولا غلط ممكن واحده هتكلم واحد وتكون واحده حلوه صوتها حلو ولا بتاع ويكون هو ميال شويه ولا ضحك عليه هيقول من ده 20 من 20 يقول لك والله ده انا قلت له كلمتين حلوين كده ولا كده ضحكت عليه كلمتين كذا ده انا بقول لك مثال في مجالي قال وعلى شخص ما انا بقصد لا اقصد اشخاص بتكلم عن نفسي قال وانا خايف ممكن حد حاجه عليا كلمتين خد بالك بس انت هتعمل ايه؟ يبقى الصوت عندي هنا مطلقه ولا مقيده؟ مطلقه خد بالك الراجل اللي بيصحح في الثانويه والسؤال ياخد ثلاث درجات بيديله درجه يقول لك المال انا لما الطالب ياخد ثلاثه من ثلاثه امال انا اخد كام من كام؟ عامل نفسه بقى ان هو ابو العريق افلاطون انما لما واحد تاني يقول ثلاثه من ثلاثه عشان نشجعه ده واخد اثنين ونص او اثنين لازم اشجعه الولد يجاوب كويس وانا اخر سؤال عندي واخد درجه اقول له هنا ليه ما ياخدش هنا ثلاثه من ثلاثه عشان ياخد درجه ايه ويخش كليه الطب ويفرح افرض ان هو مثلا نسى افرض انه حد وطر شوف ده انا المساله بتختلف مطلقه ايه انما انت لما تيجي بقى الاسلام بتوزن الايه؟ تطبيقا على الواقع سعادتك الدستور موجود تمام والقانون موجود كمل بقى والحاجه بطل كمل بقى السلطه مطلق خلاص تطبيقا على الواقع خلاص اسكت بقى خلينا حسرة مش عارف مساعدات وعاوز تكمل بره ولا ايه؟ احنا عايزين رب العيال طيب يبقى هنا رحنا على الشمال بقى عند السلطه الايه؟ في القوى الوضعيه السلطه في القوانين الوضعيه ايه؟ تفصل بين السلطات الايه؟ الثلاثه هناك فصل بين السلطات الايه؟ الثلاثه رقم ثلاثة نروح عند السلطة في الإسلام رقم ثلاثة عند السلطة في الإسلام لا تفرض شكلا معينا لحكوماتها السلطة في الإسلام لا تفرض شكلا معينا لحكوماتها وإنما تكتفي بالنص على الدعائم فقط وإنما تكتفي بالنص على الدعائم فقط يعني الدعائم الايه؟ الثابتة زي وشاورهم فين؟ مش دي دعابة ثابتة دي؟ مبدأ ثابت ده؟ بس ما عندنا بقى ما قالتش بقى في الإسلام لابد رئيس ولابد رئيس وزارة ورئيس الوزارة لابد يشكل الوزراء ولابد يكون في محافظ ولابد يكون في نائب محافظ ورئيس مجلس القرية والمحليات ورئيس ما اعرفش مين ما عندناش الكلام ده في الإسلام إنما الإسلام حط المبدأ الإيه؟ المبادئ الثابتة اللي إحنا كلنا نمشي عليها وترك كم دي أهم حاجة وترك التفصيل لأولي الأمر وترك التفصيل لأولي الأمر بما يناسب حالهم بما يناسب حالهم دي تستاهل إنها تزن بميزان الذهب وترك التفصيل لأولي الأمر بما يناسب حالهم ولعل ان ده سر من ان الشريعه الاسلاميه ثابته وانها صالحه لكل زمان وهم عشان هو اداك الاساس اداك الدعاء الدعائم الثابته وساب التفصيل لايه؟ لولي الامر زي ما انت تحب تمشي مجتمعك برضه ايه؟ مشيه غير وبدل زي ايه؟ زي ما تحب انما لما نيجي بقى على السلطه في القوانين الوضعيه ايه؟ تفرض شكلا معينا لحكوماتها تفرض شكلا معينا لحكوماتها. شوف فرضت ازاي؟ يبقى لازم شكل لازم نعمله ولازم نعمله ولازم نعمله ونسوي، الكلام ده كله صح ولا ايه؟ يبقى كده عمرنا ما هيكون في تقدم ولا هيكون في ايه؟ النهارده محافظ مسك محافظه وقعد ثلاث اربع شهور وحط خطه هيمشي عليها. ظنا منه انه هيقعد ثلاث اربع سنين، الخطط دي لن تؤتي ثمارها الا بعد كذا، في واحد تاني بعد منه قال هد الكلام ده كله ونشتغل من اول وجديد. طب المصروفات اللي راحت دي على حساب مين؟ طب المال العام اللي وقف ده على حساب مين؟ يبقى تفرض شكلا معينا لايه؟ انما انت عندك الاسلام حط الدعائم الثابته وترك التفصيل لاولي الامر بما يناسب ايه؟ حاله. بكده الجزئيه الثانيه دي فاحنا كده ايه؟ خلصناها. ماشي؟ بعدها ايه بقى؟ بس يقول لي العنوان بعد كده اللي هو المحاضرة الجاية يعني. يقول لي الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية. الدولة الإسلامية والأمة الإيه؟ الإسلامية. أيوه ده عيب العنوان الرئيسي. هو دور الفقه الإسلامي من الإيه؟ من الحدود الإيه؟ السياسية. يعني في يا رجاء إن إحنا بس إيه؟ نقلب كده في إحنا جايين شوية. لا اطلع ورا. عشان اللي مش شغالين مع ده قبلها بكتير صح؟ يا دكتور موقف الامه الاسلاميه والدوله الاسلاميه دي هي ما نقدر نعتبرها ملغيه هي
وبعدين بس هات كتاب ايه؟ هات كتاب يحسن منه لا احسن معي هو كده سمع اقرأ الينا تعالى ما تمام المفروض لا المفروض احنا اصلا حتى ما العمل ده تركز عليه 46 المفروض هاي 46 46 يا دكتور الله دولة 2 زاوية 2 ولا معلم بصوا يا جماعة احنا من اول صفحة 53 اقرأوا صفحة 53 حضر من اول 53 53 تمام النهارده هذا الكلام يلا نبدا نحضر حاجه 51 معلش تعريف بدر 53